السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح الماس جورنال او كراس الماس الترم الثاني منهج KG2، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكوفر بتاع الماس جورنال، واحنا ان شاء الله النهاردة هنشرح شابتر 1 او الفصل الاول، وهو بيكون من لسون 61 حتى لسون 70، او من الدرس رقم 61 حتى الدرس رقم 70. في الكتاب هنا بيبدأ من لسون 66، لان من لسون 61 حتى lesson 65 في مراجعة او revision سريعة كده على الارقام من 1 لـ10 او من from 1 to 10، وطبعا على الاشكال الهندسية. فاحنا دلوقتي هنشوف الارقام بتاعتنا، ولازم نكون حافظينها كويس، ونراجع كمان على الاشكال الهندسية. خليكم معايا. طبعا ارقامنا الجميلة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، لازم نكون حافظينهم بالكتابة والقراءة وبالحروف كمان. والأشكال الهندسية اللي احنا لازم نكون فاكرينها من الترم الأولاني، وهي circle circle دائرة، square square يعني مربع، rectangle rectangle اللي هو المستطيل، وتريانجل تريانجل او المثلث. لازم نكون حافظينهم وعارفين شكلهم كويس علشان هنحتاجهم كتير. والجديد يا اصحابي في lesson 1 او في الدرس الاول في الماس جورنال الترم الثاني الاماكن بتاعت الاشياء. فاحنا دلوقتي عايزين نتعرف على الاماكن. عندنا طبعا under يعني تحت، over يعني فوق، وطبعا over يا اصحابي بتعني ان هو فوق اي حاجة معينة، شيء فوق شيء تاني، مش بس هو مش لازم يكون ملامس ليه، هو ممكن يكون بينه وبينه مسافة، يعني حاجة فوق زي ما احنا شايفين الماوس ده فوق البوكس ده وهو مش لامسه، بس هو over فوق. ان في داخل، on على، وon لازم تبقى الحاجة او الحاجة اللي احنا بنقول عليها on بتبقى لمسة الحاجة اللي تحت منها، زي ما احنا شايفين الماوس ده لامس السكوير ده، فهو هنا on يعني على، وهو لامس السطح بتاعه. in front of امام، في امام حاجة هو واقف قدامه هو. behind خلفة، واقف وراه. next to الى جانب. فطبعا لازم نبقى عارفين الكلمات دي كويس، ونبقى عارفين كل كلمة فيهم معناها ايه. under يعني تحت، over يعني فوق، in يعني في او في داخل، on يعني على، in front of يعني امام، behind يعني خلفة، next to الى جانب. الكلمات دي لازم نبقى حافظينها كويس. واحنا كده عملنا ريفيجن سريعة على الحاجات اللي كان المفروض خدناها في الترم الاولاني، والكلمات الجديدة طبعا في lesson 1 زي ما احنا شفنا دلوقتي، ونبتدي نحل الامثلة اللي موجودة في الكتاب. خليكم معايا. طبعا lesson 66 هو اول lesson في chapter 1 او في الفصل الاول. فهنا lesson 66 الدرس 66 بيقول لنا count your red circles، add الدوائر الحمراء بتاعتك، count add your red circles الدوائر الحمراء الخاصة بك، draw ارسم all your circles الدوائر الخاصة بك كلها، with a red crayon بالقلم الألوان الأحمر. فانت هنا مطلوب منك ان انت تعد الدوائر بتاعتك. هنفترض ان انا اديت لك مثلا 5 circles او 5 دوائر، انت هترسم الدوائر دي باللون الاحمر او red crayon بقلم التلوين. فهنا نرسم 5 circles in red، هنرسم 5 دوائر باللون الاحمر.
طب والمطلوب التاني ايه في البيج دي؟ count يعني اعد your red squares المربعات الخاصة بيك اللي هي لونها احمر. draw ارسم all of your squares كل المربعات بتاعتك with a red crayon بالقلم التلوين الاحمر. فنفترض هنا كمان ان انا اديتك 5 squares او 5 مربعات وهم لونهم احمر، وانا بطلب منك دلوقتي ان انت ترسم هنا الفايف سكويرز دول او الخمس مربعات دول ان ريد باللون الاحمر with your red crayon او بقلم التلوين الخاص بيك اللي هو لونه احمر. فهنا هنرسم 5 مربعات لونها احمر، وهنا عندنا مجموعتين 5 circles او 5 red circles 5 دوائر حمراء، و 5 squares او 5 red squares 5 مربعات لونهم احمر. ونشوف المطلوب التالت في البيج دي ايه. وفي الجزء الاخير من الصفحة او من البيج دي بيقول لنا how many circles كم عدد الدوائر and squares والمربعات do you have all together. together يعني معا، all together كلهم معا. فبيقولك انت عندك هنا كم دايرة وكم مربع في البيج دي، او كم circle وكم square في البيج دي. فطبعا احنا زي ما احنا عرفنا احنا عندنا 5 red circles 5 دوائر حمراء and 5 red squares وخمس مربعات حمراء، يبقى عندنا 10 circles and squares. فهنكتب هنا 10 circles and squares، وطبعا هما مجموعتين والمجموعتين دول قد بعض في العدد لو تاخدوا بالكم يا اصحابي. 5 circles و 5 squares الاثنين عددهم قد بعض. وبكده نكون حلينا البيج دي، وده lesson 66 او درس رقم 66. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 102 او صفحة 102، وده lesson 67 او درس رقم 67. وطبعا احنا لسه بنتكلم عن الارقام من 1 لـ10، وبنتكلم كمان عن الاشكال الهندسية الجميلة بتاعتنا اللي احنا افتكرناها من شوية، وهي طبعا السيركل والسكوير والتريانجل والريكتانجل. وبنتكلم كمان عن الاتجاهات واماكن الاشياء طبعا اللي هي over و up و under و in front of و behind و next to. ودي طبعا المعلومات الخاصة بشابتر 1 او بالفصل الاول في الماس جورنال KG2 الترم الثاني. فهنا هبيقول لنا listen carefully. listen carefully يعني استمع بحرص، استمع بانتباه to the directions. to the directions للتعليمات given المعطى by بواسطة your teacher المعلم بتاعك. draw ارسم what the teacher asks you to draw ارسم اللي بيطلبه منك المعلم ان انت ترسمه. فطبعا المعلم بتاعك المفروض هيطلب منك ان انت ترسم circle draw a circle، فانت هترسم circle. وهيطلب منك كمان يقولك draw a square، فانت هترسم square. وهيقول لك كمان draw a triangle، فانت هترسم هنا كمان triangle. وهيقول لك كمان draw a rectangle، فانت هترسم هنا rectangle. فبالتالي انت هترسم الاربع اشكال الهندسية اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية. وبكده نكون انتهينا من البيج دي و lesson 67. وطبعا lesson 68 و 69 و 70 التلاتة دول موجودين في الماس اكتيفيتي ان كلاس روم في انشطة الرياضيات، وده بيكون في الفصل او في حجرة الفصل. وهما بيكونوا كالاتي، ناخد مثال عليهم. المفروض ان انت دلوقتي في الكلاس روم انا بسألك عن الاشكال دي، فبقولك هنا البول دي موجودة في فين في البوكس، جوه البوكس ولا on the box ولا under the box ولا next to the box ولا behind ولا in front of ولا between. كمان between يعني بين. المفروض احنا هنا هنقول ان هي فين، هنا in the box يعني داخل الصندوق، in يعني في او في داخل. طب هنا يا اصحابي هنا on the box او على الصندوق. طب هنا under the box تحت الصندوق.
هنا next to, next to يعني إلى جانب. هنا behind, behind يعني خلفة. وهنا in front of يعني أمام. وbetween, between يعني بين. طبعا دي إلى جانب over و under زي ما احنا عرفنا. وبكده نكون انتهينا من chapter 1 أو الفصل الأول في الماس جورنال. وده طبعا كان آخر حاجة فيه, هي lesson 70 أو درس رقم 70. وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو اعمل لايك, والأهم أنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد, وهتفرق معاه كتير, وأنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح الماس جورنال أو الكراس الرياضيات منهج KG2 الترم الثاني. وكنا شرحنا المرة اللي فاتت شابتر 1 أو الفصل الأول كله, وكان بيبدأ من lesson 61 أو من الدرس رقم 61 حتى lesson 70 أو حتى درس 70. النهاردة إن شاء الله هنشرح شابتر 2, وهو بيبدأ من 71 حتى lesson 80 أو من درس رقم 71 حتى درس رقم 80. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم, ولازم يكون معانا كشكول واحنا بنذاكر الماس جورنال علشان نكتب فيه ونذاكر منه ونحل مع بعض. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا lesson 71 و 72 73 و 74 مش موجودين في الماس جورنال, هما موجودين في الماس اكتيفيتي في الكلاس روم. وطبعا ده طبقا لدليل المعلم. احنا نعرف دلوقتي المفروض احنا نتعلم ايه في الكلاس روم او في حجرة الفصل, ومطلوب مننا نعرف ايه في الجزء ده. ونرجع نحل lesson 75 مع بعض. اول حاجة مطلوبة مننا في chapter 2 ان احنا نبقى عارفين ان احنا نعد الارقام بال ones وبال tens, count by ones and tens to 50. ان احنا نعد من 1 ل 50 عن طريق الونس او الاحاد, وعن طريق التنز او العشرات. فزي ما احنا شايفين قدامنا لما نعد عن طريق الونس هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. احنا هنا عملنا counting او عدينا by once, by once او بالاحاد, بقينا نزود واحد 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 1 2 3 لغاية ما وصلنا لحد ما وصلنا لنمبر 50 او رقم 50. طب ازاي نعمل count by tens او نعد بالعشرات؟ طبعا ادي 10, لما نحط عليها 10 كمان هتبقى 20, لما نحط عليها 10 كمان هتبقى 30, لما نضيف عليها 10 كمان هتبقى 40, لما نضيف عليها 10 كمان هتبقى 50. فاحنا هنا عملنا counting by ones, وعملنا كمان counting by tens. ودي اول حاجة مطلوبة مننا في chapter 2 او في الفصل الثاني في الماس جورنال الترم ده. تاني حاجة مطلوب مننا lesson 71 او في الدرس رقم 71 ان احنا نعمل count down from 20 to 1, ان احنا نعد من 20 حتى رقم 1 عد تنازلي, counting down يعني عد تنازلي.
طب تعالوا نشوف كده نعدها ازاي مع بعض. طبعا هنعد من ال 20 علشان نوصل لنمبر 1. فهنقول 20 19 18 17 هيا أصحابي 16 شاطرين 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شاطرين. احنا كده عملنا حاجة اسمها count down او عد تنازلي. والعد التنازلي او counting down ده بنبدأ فيه من الرقم الكبير علشان نوصل للرقم الصغير زي ما شفنا مع بعض من شوية. ومطلوب مننا كمان في lesson 71 او في الدرس رقم 71 ان احنا نتعرف على السوليد شيبس. السوليد شيبس او الاشكال الهندسية الصلبة. وطبعا مطلوب مننا ان احنا نتعرف على شكلين هما السفير والسلندر. سفير يعني الجسم الكروي او الشكل الكروي. سفير اللي هو الشكل الكروي او الجسم الكروي اللي هو زي ما احنا شايفين مع بعض يا اصحابي على شكل كورة، بيبقى ثلاثي الابعاد، كورة مدورة من كل النواحي، وده اسمه سفير. سفير يعني كروي، اي حاجة شكلها كروي شبه الكورة اللي احنا بنلعب بيها دي اسمها سفير. سفير يعني كروي. ولازم كمان نتعرف على السلندر. سلندر اللي هو الاسطواني. سلندر يعني اسطواني، اي حاجة على شكل اسطوانة زي ما احنا شايفين قدامنا دي سلندر. سلندر يعني اسطواني. والاشكال بتاعت سلندر كتيرة في حياتنا. كنز البيبسي مثلا ممكن يكون سلندر. اي حاجة على شكل اسطواني دي اسمها سلندر. سلندر يعني اسطواني. وبكده نكون انهينا شرح lesson 71. lesson 72 يا اصحابي بيتكلم معانا عن العد. العد حتى رقم 20، بس ده اسمه skip count. skip count by twos from 2 to 20، يعني ان احنا هنعد 2 2. هنعد 2، بعد 2 هنضيف عليها 2 كمان، وبعد الاثنين كمان هنضيف عليها 2 كمان حتى نصل الى رقم 20. فاحنا هنعد يا اصحابي بتخطي عددين، بداية من العدد 2 حتى العدد 20. تعالوا نشوف ازاي مع بعض. زي ما احنا شايفين قدامنا هو ده السكيب كاونت او العد بتخطي توز. توز يعني رقمين. هنستارت بنمبر 2 او رقم 2، فنقول 2 4، كده زودنا عليها 2، فاحنا عملنا سكيب لنمبر 3 او قفزنا من فوق رقم 3 ووصلنا لنمبر 4 على طول. يبقى 2 بعد كده 4، بعد ال 4 6، عملنا سكيب لنمبر 5. طب بعد ال 6 8، عملنا سكيب لنمبر 7. فاحنا بنزود 2 لو تاخدوا بالكم وتلاحظوا ده. فبعد ال 8 10، عملنا سكيب لنمبر 9. بعد ال 10 12، عملنا سكيب لنمبر 11. بعد ال 12 14، عملنا سكيب لنمبر 13. بعد ال 14 16، عملنا سكيب لنمبر 15. بعد ال 16 18، شاطرين، وهنزود على 18 2 كمان هتبقى 20 او 20. فاحنا هنا ده اسمه السكيب كاونت. سكيب كاونت يعني العد عن طريق قفز ارقام معينه. فهو هنا بيطلب مننا ان احنا نعمل سكيب كاونت باي توز فروم 2 تو 20، يعني ان احنا نعد عن طريق اضافه 2 للارقام، بدايه من رقم 2 حتى رقم 20. وفي lesson 72 كمان عايزنا نتعرف على الشيبس اللي هي الكيوب. الكيوب او المكعب. والكيوب يا اصحابي او المكعب زي ما احنا شايفين قدامنا دي اشكاله. اي حاجة مكعبة بيبقى اسمها كيوب. بتبقى عبارة عن جسم لأوجه
الأوجه بتاعته دي على شكل سكوير أو على شكل مربع كلها قد بعض، ودي اسمها الكيوب. الكيوب يعني المكعب، زي ما احنا شايفين قدامنا أصحابي، ده الكيوب. ودي الأشكال المختلفة ليه. وكمان المفروض ان احنا نتعرف على الشكل التاني وهو الكون. الكون اللي هو زي الكونو اللي احنا بناكل فيه الايس كريم في الصيف طبعا زي ما احنا عارفينه. والكون يا اصحابي يعني مخروط، وزي ما احنا شايفين قدامنا ده الشكل المخروطي اللي احنا زي ما قلتلكو شبه الكونو اللي احنا بناكله في الصيف ناكل فيه الايس كريم، فده الكون. ودي الأشكال المختلفة ليه. فاحنا هنا تعرفنا على الكيوب وعلى الكون كمان، ونتنقل للسون 73. وهي المطلوب مننا فيها ان احنا نفرق بين الأشكال الفلات أو المسطحة وال 3 dimensional shapes أو الأشكال ثلاثية الأبعاد. يعني ايه ثلاثية الأبعاد يا مستر؟ ثلاثية الأبعاد زي الكيوب اللي احنا خدناه من شوية، لأن ده جسم بيبقى بنقدر نمسكه في ايدينا. المكعب ده جسم ممكن نمسكه في ايدينا، وزي ما قلتلكوا هو ليه كذا وجه، كل وجه منه على حجم أو على شكل المربع اللي هو السكوير. فده شكل اسمه 3 dimensional shape. 3 dimensional shape يعني شكل ثلاثي الأبعاد، ليه أبعاد مختلفة، ليه حجم ونقدر نمسكه في إيدنا. طب إيه هو الفلات شيب؟ الفلات شيب ده اللي هو الشكل المسطح اللي هو ما بيبقاش ليه أبعاد مختلفة، ملوش أكتر من ملوش أوجه متعددة، وما نقدرش نقول إن هو ليه حجم كبير نقدر نمسكه في إيدنا ونقول إن هو ليه كذا وجه والأوجه دي مختلفة. لا، هو الفلات شيب نقدر نرسمه على ورقة، وده بيبقى فلات نقدر نرسمه على ورقة بوجه واحد بس من الأوجه بتاعته. زي ما احنا شايفين قدامنا الفلات شيب ممكن يكون جزء أو وجه من الأوجه الخاصة بال 3 dimensional shape أو الشكل الهندسي ثلاثي الأبعاد. يعني في الكيوب مثلا يا أصحابي هو ليه أوجه على شكل سكويرز أو على شكل مربعات. لو خدنا وجه من الأوجه بتاعته دي ورسمناها لوحدها هيدينا فلات شيب او شكل مسطح، وهو السكوير او الشكل المسطح او شكل المربع. فالفلات اللي هو المسطح ده بيبقى جسم او شكل هندسي ملوش غير وجه واحد احنا شايفينه بيه، لكن الثري دايمنشنال شيب او الشكل ثلاثي الابعاد ده شكل هندسي احنا بنرسمه، واحنا بنرسمه بنبقى عارفين ان هو ليه أوجه عديدة، كذا وجه أو كذا جنب من الأجناب خاصة بالشكل الهندسي ده، وبيبان في أثناء الرسم بتاعه. زي ما احنا قلنا في الكيوب أو في المكعب احنا واحنا رسمينه قدامنا وشايفينه قدامنا بيبقى ليه أوجه متعددة، كل وجه منها بيبقى ظاهر في الصورة على قد ما نعرف، كل وجه منها بيبقى ليه حجم او شكل معين، واحنا بنبقى عارفين ان ده شكل هندسي ثلاثي الابعاد او 3 dimensional shape. بينما الفلات شيب او الشكل المسطح او الشكل الهندسي المسطح ده بيبقى رسم احنا بنرسمه قدامنا على البيبر او على الورقة اللي احنا بنرسم عليها، بيبقى ليه جنب واحد بس او وجه واحد بس ظاهر في الرسم اللي احنا بنرسمه، ده بيبقى اسمه فلات شيب. واحنا كده تعرفنا على الفرق بين ال 3 dimensional shape وعلى الفلات شيب. ونتنقل لليسون 74، خليكم معايا. ليسون 74 او الدرس رقم 74 بيكلمنا عن ازاي نحدد الرقم المفقود في الارقام ما بين 1 حتى 20. فبيطلب مننا ان احنا نidentify او نحدد missing numbers. missing numbers الارقام المفقودة in a sequence up to 20. in a sequence up to 20 في تتابع للارقام حتى رقم 20. فاحنا ازاي نحدد الارقام المفقودة من 1 ل 20 او حتى 20
تعالوا ناخد المثال التالي. زي ما احنا شايفين يا اصحابي، ده سيكونس او تتابع للارقام من 1 ل 20 او from 1 to 20. فاحنا هنا عندنا 1 2 3 وفي missing number وبعدين 5. المفروض ان احنا نحدد الرقم ده. الرقم ده هو كام؟ شاطرين، هو number 4. بعدين بعد 5 6 في missing number، بعدين 8 9 10. المفروض 6 بيجي بعد منها ايه يا اصحابي؟ بيجي بعد منها 7. شاطرين. 11 12 13 missing number 15. المفروض ايه النمبر اللي موجود بين ال 13 وبين ال 15؟ شاطرين، هو ال 14. بعد ال 15 في missing number كمان، بعدين 17 18. فالمفروض بين ال 15 وال 17 في نمبر كام يا اصحابي؟ شاطرين، 16. بعد ال 18 في missing number وبعدين 20 او 20. فالمفروض النمبر اللي موجود بين ال 18 وال 20 او ال 20 هو نمبر كام؟ شاطرين، هو نمبر ال 19. وده بيوضح لنا احنا لازم نكون حافظين الارقام من 1 ل 20 بشكل سليم وبشكل صحيح، علشان نقدر نحدد او نعمل identify للmissing numbers او للارقام المفقودة ما بين ال 1 وال 20. تعالوا ناخد مثال تاني. وهنا مثال تاني يا اصحابي، في برضو missing numbers او ارقام مفقودة from 1 to 20 من 1 ل 20. عندنا هنا number 1 وبعدين missing number وبعدين 3. المفروض بعد ال 1 ايه بين ال 3 وال 1 في number ايه يا اصحابي؟ شاطرين، number 2. بعد ال 3 في missing number وبعدين 5 بعدين 6. فالمفروض ايه ال missing number بين 3 between 3 and 5؟ شاطرين، number 4. بعد ال 6 في missing number وبعدين 8. المفروض في نمبر كام بين ال 6 وال 8 يا اصحابي؟ شاطرين، 7. بعد ال 8 في missing number وبعدين 10. المفروض ايه النمبر اللي المفروض ايه النمبر اللي between 8 and 10؟ شاطرين، نمبر 9. بعد ال 10 في missing number وبعدين 12. المفروض ايه النمبر اللي بين ال 10 وال 12؟ شاطرين، 11. بعد ال 12 في 13 وبعدين missing number تاني وبعدين 15 وبعدين 16. ايه النمبر اللي between ال 13 وال 15؟ شاطرين، 14. بعد ال 16 في missing number وبعدين 18 وبعدين 19. المفروض ايه النمبر اللي between 16 and 18؟ شاطرين، ال 17. وبعد ال 19 في missing number كمان، وهو نمبر كام يا اصحابي؟ شاطرين، ال 20 او ال 20. وبكده احنا عرفنا نعمل identification او تحديد للmissing numbers او الارقام المفقودة from 1 to 20. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح الماس جورنال او الكراس الرياضيات منهج KG2 الترم الثاني. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم،
ولازم يكون معانا كشكول واحنا بنذاكر الماس جورنال علشان نكتب فيه ونذاكر منه ونحل مع بعض. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومطلوب مننا كمان في lesson 74 او في الدرس رقم 74 ان احنا نتعلم الاد او الاديشن، نتعلم نعمل اد او نعمل عملية الجمع وزن 10 ما بين رقم 0 10 طبعا. فاحنا عايزين نعمل عملية جمع ما بين الارقام من 0 ل 10، ونعمل كمان subtract او عملية الطرح from 1 to 10 من رقم 1 حتى رقم 10. فتعالوا ناخد بعض الأمثلة وازاي نعمل عملية الجمع والطرح ما بين 1 ل 10. فأول حاجة يا أصحابي، علشان نعرف نعمل جمع وطرح من 1 ل 10 لازم هنستخدم حاجة اسمها النمبر لاين. النمبر لاين أو خط الأعداد، وهنعمل زي ما احنا خدناه في الترم الأولاني النمبر لاين اللي هو بالشكل اللي قدامنا ده، وبيبقى خط موجود عليه الأعداد مترتبة ترتيب سليم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فكل نقطة موجودة على النمبر لاين هي بتمثل نمبر أو رقم من الأرقام من 1 ل 10 أو from 1 to 10. فاحنا هنا مثلا عايزين نعمل عملية جمع نوصل ال 2 + a يا أصحابي هتدينا number 10. هنكون number 10 ازاي؟ 2 + a دينا 10. فاحنا هنستخدم النمبر لاين زي ما قلنا. فعندنا هنا 1 2، طب رقم كام او هنزود كام على number 2، هنجمع كام على number 2 علشان نكون 10 زي ما احنا شايفين قدامنا. شاطرين، تعالوا نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. ده في 8 المفروض نزودها على ال 2 دي علشان نقدر نوصل لنمبر 10. يبقى 2 + 8 بتدينا نمبر كام؟ تدينا كام يا اصحابي؟ ايكوال كام؟ equal 10. يبقى هنا 8، المفروض هنا 8 عشان نقدر نوصل لنمبر 10. طب 7، المفروض 7 نقعد عليها كام علشان نوصل لنمبر 10 برضو اصحابي؟ شاطرين، المفروض نستخدم النمبر لاين عشان نعرف الفرق بين 7 وال 10 كام، وبالتالي نعرف ايه النمبر المفروض نجمعه على 7 علشان نقدر نوصل لنمبر 10. فتعالوا نشوف 7، اهي 7 اهي. طب تعالوا نعد بعد منها كام عشان نعرف نوصل لتين، نوصل نعد نجمع عليها قد ايه. 1 2 3، يبقى الفرق بين 7 وال10 3. يبقى المفروض نجمع على 7 كام يا اصحابي علشان نقدر نوصل لنمبر 10؟ شاطرين، هو نمبر 3. يبقى هنكتب 3 هنا اهوت، يبقى هيكون 7 + 3 بيكوال 10. طب هنا ال8، المفروض نجمع عليها كام او نقعد عليها كام علشان نوصل لنمبر 10؟ هيجي ال 8 1 2، يبقى المفروض هنعمل 8 + 2 او 8 ونجمع عليها نمبر 2 علشان نقدر نوصل لنمبر 10. شاطرين. طب تعالوا نجرب كده عملية السبتراكشن او الطرح. هنستخدم برضو النمبر لاين زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنقول 10 - 3 هيدينا كام يا اصحابي؟ لو احنا طرحنا ال 10، لو شلنا من ال 10 3 هيدينا كام يا اصحابي؟ تعالوا نشوف، ادي 3، لو شطبنا على ال 3 دي كده اهوت، يبقى كده فاضل كام علشان نقدر نوصل لنمبر 10؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى لما نشيل 3 من ال 10 هيتبقى 7. يبقى المفروض ان ال 10 لما نشيل منها 3 هيتبقى هنا 7. شاطرين، يبقى كده احنا عرفنا الفرق، لما نشيل ال 3 من ال 10 هيتبقى 7. طب ال 1،
لو عايزين نعمل 10 minus 1 او نطرح 1 minute 10 هيبقى كام يا اصحابي؟ تعالوا نشرب على الوان ده شاطرين ونشوف اللي هيتبقى كام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ده هيتبقى 9. يبقى لما نشيل ال 1 minute 10 المفروض يتبقى 9. يبقى هنقول هنا 9 لما نشيل يبقى المفروض هنا هنقول 10 minus 1 هيتبقى 9. شاطرين. طب هنا ال 5 لو قلنا 10 minus 5 او هنطرح ال 5 من ال 10 عايزين نعرف هيتبقى كام يا اصحابي؟ نستخدم ال number line. تعالوا نشطب على ال 5 ونشوف، تعالوا نشطب 5 ونشوف هيتبقى قد ايه. ادينا شطبنا على ال 5. 1 2 3 4 5 ده هيبقى 5 كمان. يبقى 10 minus 5 هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ شاطرين، هيتبقى 5 تانية. يبقى هنكتب هنا 5، يبقى هنكتب هنا 5 برضو. طيب لو حبينا يا اصحابي نشوف عملية جمع تاني، نراجع على عملية الجمع تاني، احنا عايزين نعرف 4 plus كام، 4 plus كام او نجمع عليها كام علشان نوصل ل 10. نشوف النمبر لاين، ادي النمبر لاين، ادي الفور. يبقى هنجمع، هنعد بعد الفور علشان نعرف يتبقى كام على التن. ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى المفروض 4 plus 6 هيدينا 10. طب الناين نجمع عليها كام علشان نوصل لنمبر 10؟ تعال نشوف كده على النمبر لاين او على خط الاعداد. ادي الناين، يبقى هنجمع عليها 1 بس علشان نقدر نوصل لل 10، فهنكتب هنا 1 عشان نوصل لنمبر 10. طب لما نطرح بقى مش هنجمع، هنطرح، هنعمل سبتراكت، هنشيل ال 6 من ال 10، عايزين نعرف هيتبقى معانا كام. يبقى هنقول 10 minus 6 او 10 ناقص 6، عايزين نعرف هيتبقى كام يا اصحابي. فتعالوا نشوف على النمبر لاين ونشطب على ال 6 خالص، نشيل الستكس من نمبر لاين، نشوف هيتبقى معانا كام. ادي 1 2 3 4، ده هيتبقى 4. يبقى المفروض 10 minus 6 equal 4. يبقى كده احنا عرفنا ازاي نطرح ال 6 من ال 10 ونعرف يتبقى كام. وبكده احنا خلصنا lesson 74 او درس رقم 74، ونوصل لليسون 75 او الدرس رقم 75، وده اخر حاجة ناخدها النهاردة. فهو مطلوب مننا في ليسون 75 او الدرس رقم 75 ان احنا طبعا نحدد الارقام المفقودة او الميسنج نمبرز في السيكونس اب تو 30، او في التتابع الخاص بالارقام حتى رقم 30 او حتى رقم 30. فاحنا عايزين نتعلم حاجه زي كده. تعالوا نجيب السيكونس بتاع النمبرز فروم 1 تو 30 ونعرف نحدد الميسنج نمبرز زي ما اتعلمنا من شويه. فعندنا هنا ادي النمبرز فروم 1 تو 30، المفروض 1 بعد منها 2، شاطرين، 3 4 5 6 7 8 9 10، بعد ال 10 11 12 13 14. طب اللي بعد ال 14 كام يا اصحابي؟ شاطرين، 15. بعد ال 15 16، قولوا بقى، قولوا ورايا، 17. مين يكمل؟ شاطرين، 18. بعد ال 18 مين الشطارة اللي هيقول؟ 19، شاطرين. بعد ال 19 20 زي ما هو مكتوب، وبعد ال 20 21، مين الشاطر اللي هيقول بعد ال 21 في كام يا اصحابي؟ 22، شاطرين. بعد ال 22 في كام؟ شاطرين، 23. بعد ال 23 24، كمان مين بعد ال 24 مين موجود؟ مين هيقول معايا بعد ال 24 كام؟ شاطر، 25. بعد ال 25 مين هيقول معايا؟ شاطرين، 26.
بعد ال 26 ها مين الشطارة اللي هيقول 27 كمان؟ بعد ال 27 مين الموجود بعد ال 27 يا أصحابي؟ 28. بعد ال 28 مين الشاطر اللي هيقول ناقص ايه؟ 29. بعد ال 29 30 أو رقم 30. فإحنا هنا عملنا identification أو عملنا identify لل missing numbers from 1 to 30 أو من 1 لحتى رقم 30. والمفروض إن ده حل المثال الموجود في الماس جورنال، لأن المفروض إن المسألة أو البروبلم الخاصة بليسون 75 في الماس جورنال أو في كراسة الرياضيات الخاص بالمدرسة هو بيقول لك إزاي تحدد الأرقام from 1 to 30 أو من رقم 1 حتى رقم 30. إحنا دلوقتي عرفنا إزاي نعمل identification أو تحديد للmissing numbers from 1 to 30. والمفروض كمان إحنا في lesson 75 بنتعلم إزاي نعمل عملية الطرح اللي إحنا عرفناها من شوية في ما بين بين الأرقام من 1 ل 10 أو من 1 ل 10. وتعالوا نقرأ lesson 75 اللي موجودة في الكتاب، وتعالوا نروح الكتاب نشوف البروبلم أو المسألة الخاصة بlesson 75 ونشوف بتقول ايه. هنا بيقول لنا visualize يعني تصور، يعني تخيل. the problem يعني المشكلة المسألة. draw the story ارسم القصة. problem قصة المسألة below بالأسفل. انت هتعمل ايه؟ هتعمل draw، هترسم الستوري اللي انا اقولها لك دلوقتي below بالأسفل ده. بس قبل كده لازم تكون عندك visualize او تصور او تخيل للمشكلة دي او للمسألة دي. طب ايه الستوري دي بتقول ايه يا اصحابي؟ تعالوا نشوف كده. الستوري دي يا اصحابي بتقول ان المدرس بتاع الفصل هيقول لكم ان هو اخفى بعض الأعداد أو بعض الأرقام ما بين الأرقام من 1 ل 30 أو from 1 to 30. المفروض أن أنتوا تشوفوا الأرقام الناقصة أو missing numbers وتبتدوا تحددوها وتعملوا guessing أو تخمين الأرقام دي كام. وزي ما قلت لكم ده في التتابع أو في sequence between 1 to 30 أو من 1 ل 30. واحنا خدنا المثال ده من شوية. فانتوا هنا يا اصحابي هتكتبوا الارقام from 1 to 30 او من 1 ل 30 زي ما انتوا عارفينهم وحافظينهم كويس. وهتشوفوا مثلا لو في مجموعة ارقام كانت مفقودة بينهم الارقام دي هتكون كام، واعملوا حواليها دوائر كأنها كانت مفقودة وانتوا اوجدتوها لانكم حافظين الارقام كويس from 1 to 30 او من 1 ل 30 وقدرتوا بشطرتكم ان انتوا تحددوها. فاحنا هنكتب from 1 to 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. كتبنا الارقام وشاطرين وحافظينها كويس. هنحدد بقى بعض الارقام كانت مفقودة واحنا قدرنا نعمل لها identify او نحددها بشطرتنا لاننا عارفين الارقام من 1 ل 30. وبكده حلينا المثال الخاص بlesson 75 او درس رقم 75 في الماس جورنال. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟
النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح الماس جورنال أو كراس الرياضيات KG2 الترم الثاني، وكنا أنهينا المرة اللي فاتت شرح ليسون 75 أو الدرس رقم 75. إن شاء الله النهاردة هنشرح من ليسون 76 أو الدرس 76 حتى ليسون 80 أو الدرس رقم 80، ونكون خلصنا شابتر 2. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم وكشكول نكتب فيه ونذاكر منه، ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لسون 76 ولسون 77 مش موجودين في الماس جورنال، بس هما مكتوبين وموجودين في الماس اكتيفيتي في الكلاس روم او في حجرة الفصل طبقا لدليل المعلم. واحنا تعالوا نتعرف دلوقتي المفروض نتعلم فيهم ايه. المفروض يا اصحابي لسون 76 او الدرس رقم 76 بنتعرف فيه على عملية العد من اي رقم ما بين الزيرو والتن up to 10 او حتى رقم 10. فانا هقول لك اي رقم، انا هدي لك اي رقم اي given number، وانت هتعد بعد النمبر ده up to 10 حتى رقم 10. فانا مثلا لو قلت لك number 2 فانت هتقول 3 4 5 6 7 8 9 10. فانت كده عملت count up from a given number up to 10، انت عملت عد تصاعدي من رقم انا اديتهولك given number up to 10. طب انا لو قلت لك number 5 يبقى المفروض انت هتقول 6 7 8 9 10. تمام، ده اول حاجة المفروض نتعرف عليها في lesson 76. والمفروض كمان نتعرف على الارقام اللي بتكون رقم 10 او الارقام اللي احنا نقدر نجمعها لبعض from 1 to 9 علشان نكون رقم 10. فازاي نقدر نكون رقم 10؟ عن طريق جمع رقمين، الرقمين دول من 1 لـ9 علشان نقدر نكون في الاخر رقم 10. فده طبعا عن طريق ان احنا نستخدم النمبر لاين زي المرة اللي فاتت، ونتعلم نعمل add مرة تانية، ونراجع على موضوع الaddition او الجمع from 1 to 10. فتعالوا ناخد بعض الامثلة اصحابي على الجزء ده علشان نعرف ازاي نكون رقم 10 او رقم 10 بان احنا نجمع رقمين على بعض، الرقمين دول from 1 to 9 او من 1 لـ9. فاول حاجة مثلا لو عندنا number 2 او رقم 2 هنجمع عليه كام علشان نكون number 10؟ هنستخدم النمبر لاين زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وهنعد بعد number 2 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى المفروض ان احنا نجمع على number 2 8 علشان نقدر نكون number 10. طب تعالوا نشوف number 7 كده يا اصحابي، مفروض نجمع عليه كام علشان نكون نمبر 10؟ ادي النمبر 7 على النمبر لاين، يبقى هنعد بعد منه 1 2 3. يبقى المفروض هنجمع على ال 7 كام يا اصحابي علشان نكون نمبر 10؟ شاطرين 3، يبقى هنكتب 3. طب نمبر 8 المفروض نجمع على ال 8 كام علشان نكون نمبر 10؟ 1 2. يبقى المفروض هنجمع على ال 8 2 علشان نكون نمبر 10. شاطرين. طب مين الشاطر اللي هيحل المثال ده معايا؟ المفروض نجمع كام على نمبر 3 علشان نكون نمبر 10؟ يلا انا مستنيكوا تحلوها. شاطرين كلكوا يا حبايبي. هنعد من بعد نمبر 3 هنقول 1 2 3 4 5 6 7. يبقى هيبقى المفروض نجمع على 3 7 علشان نكون نمبر 10. شاطرين كلكم. طب ال 1 المفروض نجمع عليه كام علشان نكون نمبر 10؟ تعالوا نعد مع بعض على النمبر لاين 1 2 3 4 5 6 7 8
9 يبقى المفروض هنجمع على ال 1 9 كمان علشان نكون نمبر 10. طب بالنسبة لنمبر 5 المفروض نجمع عليه كام علشان نكون نمبر 10؟ تعالوا نروح للنمبر لاين ونعد بعد ال 5. 1 2 3 4 5. شاطرين، يبقى نجمع على ال 5 5 كمان علشان نكون نمبر 10. طب نمبر 4 المفروض نجمع عليه كام علشان نكون نمبر 10؟ مين الشاطر اللي هيحل المثال ده؟ شاطرين كلكم، صح. هنعد بعد ال 4 وهنقول 1 2 3 4 5 6، يبقى انا هنجمع عليها 6 علشان نكون نمبر 10. شاطرين كلكم. طب عندنا نمبر 9، المفروض نجمع على 9 كام علشان نكون نمبر 10؟ تعالوا نشوف ال 9، مفيش بعد منها غير واحد بس علشان نكون تاني، يبقى 1. يبقى المفروض نجمع على ال 9 1 كمان علشان نكون نمبر 10. طب اخر حاجة لو عندنا نمبر 6، نجمع عليه كام علشان نكون نمبر 10؟ شاطرين، هنعد بعد ال 6 على ال number line علشان نوصل لل 10. ادي 1 2 3 4، يبقى المفروض هنجمع على ال 6 4 علشان نكون number 10. شاطرين كلكم يا اصحابي. وبكده نكون انهينا lesson 76 ونتنال lesson 77 او الدرس رقم 77. وهو بيطلب مننا في lesson 77 ان احنا نراجع مع بعض مرة تانية على الـ counting numbers by ones and tens حتى او up to number 50 او رقم 50. فاحنا هنعد مع بعض الارقام مرة تانية from 1 to 50، by ones مرة بالاحد and by tens ومرة بالعشرات. احنا كنا عملنا ده في الدرس اللي فات، نعمله مرة تانية دلوقتي علشان نراجع عليه مرة كمان. فنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. احنا عدينا from 1 to 50 by ones بالاحاد. تعالوا نعد بالعشرات او by tens. ادي 10، لو زودنا عليها 10 كمان هتبقى 20، نضيف عليها 10 كمان هتبقى 30، نضيف عليها 10 كمان هتبقى 40، نضيف عليها 10 كمان هتبقى 50. يبقى احنا هنا عملنا counting from 1 to 50 by ones and by tens. ونتنقل لليسون 78 او درس رقم 78، وهو بيراجع معانا عملية الجمع from 1 to 10، ازاي نجمع الارقام على بعضها من 1 لـ10. فتعالوا ناخد بعض الأمثلة ازاي نجمع الأرقام على بعضها from 1 to 10. عندنا مثال اهو، فتعالوا نحل المثال التالي نشوف احنا نقدر ازاي نجمع رقمين على بعض. الرقمين دول موجودين من 1 لـ10 أو from 1 to 10. عندنا مثلا هنا النمبر لاين وعندنا 8 plus 1 يعني 8 + 1. فهنجمع ال 8 على ال 1 علشان نشوف وعايزين نعرف النتيجة هتبقى كام. فنشوف ال number line، ادي ال 8، لو حطينا على ال 8 1 كمان ادي 1، جمعنا عليها 1 او عدينا بعد منها رقم كمان هيدينا 9. يبقى 8 plus 1 كام يا اصحابي؟ هيساوي 9، يبقى هنكتب هنا 9. لو عندنا 2 plus 6، عايزين نجمع على ال 2 6، تعالوا نروح للنمبر لاين، ادي ال 2، هنعد بعد منها 6 عشان نوصل للمجموع. ادي 1 2 3 4
4 5 6. الله ده احنا لما نجمع عليها 6 هيدينا number 8. يبقى لو جمعنا 6 على number 2 هيدينا 8، يبقى هنكتب هنا number 8. طب تعالوا نشوف لو جمعنا 4 plus 5، 4 plus 5 او 4 زائد 5 هيدينا كام؟ تعالوا نروح على 4، ادي 4 هنجمع عليها 5، يبقى نهد بعد منها 5، ادي 1 2 3 4 5. احنا كده عدينا عليها 5 كمان، جمعنا عليها 5 كمان، يبقى ادينا 9، ادي 9، يبقى 4 plus 5 هيدينا 9، يبقى نكتب هنا 9. شاطرين كلكم. طب لو جمعنا 5 plus 3، لو جمعنا 5 plus 3 تعالوا نروح على 5 ونجمع عليها 3 كمان، ادي 1 2 3. الله ده هيدينا 8، يبقى المفروض 5 plus 3 هيدينا 8. يبقى انا عرفنا عن طريق النمبر لاين ان احنا لما نجمع عليها 3 كمان هيدينا 8، يبقى نكتب هنا 8. طب لو 1 plus 3، لو هنجمع 1 ونجمع عليه 3 او 3، يبقى نروح عند ال 1، ادي ال 1، نعد بعد منه 3، ادي 1 2 3. الله ده هيدينا نمبر 4، يبقى نعمل هنا، يبقى عرفنا ان احنا لما نجمع عليه 3 هيدينا 4، يبقى نكتب هنا نمبر 4. وبكده احنا عرفنا ازاي نعمل add او نجمع from 1 to 10، من 1 ل 10 رقمين اصغر من ال 10 بين ال 1 وال بين ال 1 وال 10. واستخدمنا كمان النمبر لاين او خط الاعداد علشان نقدر نتعلم العملية دي. وليسون 79 او الدرس رقم 79 and lesson 80 والدرس رقم 80 بيكلمونا وبيراجعوا معانا العد او count by ones and tens to 50، ان احنا نعد من 1 ل 50 بالونس او بالاحاد وبالتنز او بالعشرات. وبيراجع معانا ازاي نعمل عملية subtraction او عملية الطرح from 1 to 10 عن طريق استخدام النمبر لاين او خط الاعداد. فتعالوا نراجع على عملية الطرح مع بعض، نعرف ازاي نطرح رقمين from 1 to 10 من 1 ل 10 using number line او مستخدمين خط الاعداد. وهنستخدم المثال التالي علشان نعرف نطرح او نعمل subtract from 1 to 10. فادي النمبر لاين بتاعنا او خط الاعداد بتاعنا، وهنا في الصورة احنا عايزين نطرح ال2 من ال10، عايزين نعرف هنا هيبقى كام مع البنوتة الصغيرة اللي في الصورة دي. فلو انا اديت للولد ده 2، المفروض هيبقى معايا كام من ال10 هنا يا اصحابي عشان دي البنوتة دي؟ تعالوا نشوف. يبقى نشطب على ال2 من على النمبر لاين، شطبناه، ادي ال1 وال2، نشوف هيبقى كام، 1 2 3 4 5 6 7 8. المفروض هيبقى 8 معايا بعد ما اشيل ال2 اللي انا اديتها للولد ده، يبقى هنكتب هنا 8 وهندي البنوتة دي 8. طب تعالوا نروح للصورة التانية، لو اديت للولد ده 4، المفروض هدي البنوتة دي كام؟ تعالوا نشطب على الفور اللي هنديهم للولد من على النمبر لاين، ادينا شطبنا على الفور اللي هنديهم للولد من على النمبر لاين، ونعد بعد كده نشوف هيتبقى معانا كام، 1 2 3 4 5 6، هيتبقى معانا 6، يبقى هندي البنوتة دي هنا 6. يبقى لما نطرح الفور من ال10، لما نجيب 10 ونقول 10 minus 4 او 10 ناقص 4، المفروض هيتبقى معانا كام يا اصحابي؟ شاطرين، هيتبقى معانا 6، يبقى هنكتب هنا 6. طب تعالوا نشوف الصورة اللي بعد كده، طب لو هندي البنوتة دي 3 او 3، المفروض هندي الولد ده كام من ال10؟ يبقى تعالوا نشطب على 3 اللي هنديهم للبنوتة دي من على النمبر لاين، ونشوف هيتبقى معانا كام، 1 2 3 4 5 6
7 يبقى بقى معانا 7 يبقى المفروض هندي الولد ده 7 يبقى هنكتب هنا 7 يعني لو عملنا 10 minus 3 المفروض هيتبقى معانا هنا 7 شاطرين. طب تعالوا نشوف الصورة اللي بعد كده. طب لو هندي الولد ده 8 المفروض هيتبقى معانا كام من التن عشان نديهم للبنوتة دي؟ تعالوا نشوف كده، نشطب على الايت كلها نشوف هيبقى معانا كام. هنديهم للبنوتة دي، ادي 1 وادي 2، يبقى المفروض لما ندي الولد ده 8 هيبقى معانا كام نديهم للبنوتة دي يا اصحابي؟ شاطرين 2، يبقى هنديها 2 يبقى 10 minus 8 equal 2 شاطرين. طب هنا لو هندي الولد ده 6 المفروض هندي الولد الصغير ده كام؟ المفروض هيبقى معانا كام نديهم للولد الصغير ده؟ يبقى هنشطب على 6 علشان نعرف هيبقى كام من التاني عشان نديهم للولد التاني. نشطب على 6 كده، ادي 1 2 3 4، يبقى 4، يبقى هندي الولد الصغير ده كام؟ شاطرين 4. طب ولو هندي البنوتة دي 7 من ال 10 المفروض هيتبقى معانا كام نديهم للبنوتة التانية؟ يبقى نشطب على ال 7 علشان نعرف هيتبقى معانا كام، فهنعمل كده اهوت وهنعد بعد ال 7، ادي 1 2 3، هيتبقى معانا 3، يبقى 10 minus 7 او 10 ناقص 7 equal 3 او بيساوي 3. يبقى هندي البنوتة دي 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده عرفنا نراجع ورجعنا وعرفنا كويس قوي ازاي نعمل subtract او عملية الطرح from 1 to 10 من 1 لـ10 using number line او مستخدمين خط الاعداد. وبكده نكون شرحنا lessons from 76 حتى 80 او من 76 حتى 80. تعالوا نروح للماث جورنال ونحل التدريبات الموجودة فيه. ففي الماث جورنال بعد lesson 75 على طول هنلاقي في page 104 او صفحة 104 lesson 78 او درس رقم 78 بيقول لنا visualize يعني تصور. The problem المشكلة المسألة. Draw the story ارسم القصة الخاصة بالproblem أو بالمشكلة أو بالمسألة below بالأسفل. تعالوا نشوف المفروض الستوري بتقول ايه يا أصحابي. الستوري بتقول إن كان مع الفصل 5 كتب عن الحيوانات. There was 5 boxes، كان في 5 كتب عن الحيوانات about animals في الفصل على الرف بتاع الكتب. المفروض ان احنا رحنا الى المكتبة واشترينا كمان 3 كتب، يبقى عندنا 5 boxes واحنا جبنا كمان 3 كتب، اشترينا 3 كتب. فعايزين نتخيل الاول صورة البوكسز او الكتب زي ما احنا شايفين قدامنا وبعدين نجمعهم على بعض. نجمع الفايف على الثري، عايزين نعرف هيكون عندنا كام بوكس يا اصحابي. شاطرين هنعد بعد ال 5 3 1 يبقى 6 7 8، يبقى المفروض هيكون عندنا 8 boxes او 8 كتب. والمفروض ان انتوا هترسموا في البيج هنا الصورة الخاصة بالboxes دي او بالكتب دي وهتجمعوا ال 5 plus 3 ولازم تستخدموا كمان النمبر لاين علشان يسهل عليكم عملية الحل بتاع المسألة دي. فهنعد بعد ال 5 3 كمان، هنلاقي عندنا 6 7 8، هنلاقي عندنا 8 boxes، فيبقى 5 plus 3 equal 8 او 5 زائد 3 بتساوي 8 كتب طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعد lesson 78 او الدرس رقم 78 موجود lesson 80 وفي مسألة عليه في page 105 او صفحة 105. وهو بيقول لنا هنا visualize تصور
تصور the problem المشكلة المسألة draw the story problem ارسم قصة المسألة أو المشكلة below بالأسفل. فأنت عندك مسألة المفروض ليها قصة هنرسمها هنا بالأسفل علشان نحلها. فالستوري بتاعت lesson 80 بتقول ايه يا أصحابي؟ الستوري بتاعت 80 بتقول في بنت اسمها لطيفة. البنت دي مامتها اشترت 10 ثمرات من التين، تمام؟ يعني 10 وحدات من التين، وهي اشترتهم من السوق، مامتها اشترتهم لها من السوق. فممكن تتخيلوا معايا كده شكل 10 ثمرات من التين في عقلكم. بعد كده مامتها لما اشترت العشر ثمرات دول واختارتهم، اختارت افضل ثمار من التين علشان بنتها الجميلة لطيفة. لطيفة اول ما شافت الثمرات دي كلت منهم ثلاثة، اكلت ثلاث ثمرات من التين، ولانها بتحب التين جدا فاكلت الثلاثة دول. وبعدين عايزين نعرف اتبقى من العشر ثمرات التين دول بعد ما لطيفة كلت التلاتة دول هيبقى كام ثمرة من ثمرات التين. فاحنا هنا عندنا 10 ثمرات من التين مامت لطيفة اشترتهم، وبعدين لطيفة اكلت منهم تلاتة، عايزين نعرف هيبقى كام يا اصحابي، اللي هي عملية الطرح ما بين ال 1 لل 10 او ال subtract from 1 to 10. فهنرسم ال number line زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعدين هنشيل منه 3 figs او الثلاث ثمرات من التين زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، وهنشوف هيتبقى كام معانا لما نوصل. علشان نوصل لنمبر 10 هنلاقي عندنا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 10 minus 3 او 10 ناقص 3 هي equal 7، يبقى معانا 7 figs او 7 ثمرات من التين. فانا عايزكم هنا يا اصحابي ترسموا 10 ثمرات من التين، وبعدين لما نشيل منهم 3 ثمرات عايزين نعرف هيتبقى معانا كام، فهنلاقيهم 7 figs او 7 ثمرات من التين زي ما قلنا من شوية. وبكده نكون حلينا lesson 80 او درس رقم 80، وانهينا معايا كمان chapter 2 او الفصل الثاني من الماس جورنال الترم الثاني KG2. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهارده. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متاكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومه بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجه بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب اللينكس او الروابط بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح الماس جورنال او كراس الرياضيات منهج KG2 الترم الثاني. وكنا انهينا شرح شابتر 2 او الفصل الثاني، وكان بينتهي في lesson 80 او الدرس رقم 80. والنهاردة هنبتدي نشرح شابتر 3 أو الفصل الثالث، وبدايته lesson 81 أو الدرس 81. وهنشرح lesson 81 و 82 و 83، وهنكمل شرح شابتر 3 مع بعض على حلقات منفصلة علشان الفيديوهات ما تكونش طويلة بالنسبة لكم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي lesson 80 بعد منها على طول في الكتاب او في الماس جورنال lesson 82، لان lesson 81 موجودة في الكلاس روم المفروض تتشرح لكم في حاجة اسمها الماس اكتيفيتي او النشاط بتاع الرياضيات في الكلاس روم او في حجرة الفصل. وطبعا احنا هنشرحه مع بعض كأننا بناخده في الكلاس روم زي ما احنا متعودين مع بعض.
وطبعا شابتر 3 او الفصل الثالث المفروض نعرف فيه بعض الحاجات. واول حاجة المفروض نعرفها مع بعض هو count by ones and tens to 60 حتى رقم 60، يعني نعد مرة بالاحاد and ومرة بالعشرات حتى رقم 60. count by ones and tens to 60، count by ones and tens to 60 او حتى رقم 60. وتعالوا نعد مع بعض يا اصحابي. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شاطر يا عبد الله. وبعد ال 10 ايه يا عبد الرحمن؟ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وبعد 20 او 20 كام يا عبد الله؟ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. وزي ما عرفنا يا أصحابي إزاي نعد from 1 to 60 by ones أو بالأحاد من 1 to 60، هنعد مع بعض from 1 to 60 من 1 to 60 by tens أو بالعشرات. وقدامنا أول حاجة طبعا 10، بعد ال 10 هنزود 10 كمان أو 10 كمان هتبقى 20 أو 20، بعد كده 30، بعد كده 40، بعد كده كام يا أصحابي؟ 50. شاطرين. وبعد ال 50 كام يا أصحابي؟ 60. شاطرين. يبقى 10 20 30 40 50 and 60. وبكده عرفنا ازاي نعمل counting او نعمل عملية عد by ones and tens to 60. طب عايزين نعرف يا اصحابي ازاي نعمل عملية count down او عملية العد التنازلي from 20 او from 20 to 1 او من 20 لحد رقم 1. حد يقدر يساعدني؟ شاطرين كلكم. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11. شاطر يا عبد الرحمن. طب وبعد ال 11 عايزين ننزل ونوصل لحد رقم 1. حد يقدر يساعدني تاني يا اصحابي؟ شاطرين كلكم. يبقى قبل ال 11 كام؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. شاطر. شاطرين كلكم، حلوين كلكم، ربنا يحفظكم يا رب. وبكده عملنا عملية ال count down او العد التنازلي from 20 او from او من 20 to 1 او حتى رقم 1.
وكمان في شابتر 3 أصحابي عايزين نتعرف على العملات النقدية أو البنك نوتس أو الإيجيبشن بنك نوتس، العملات النقدية المصرية والأوراق النقدية. وطبعا زي ما احنا عارفين يا أصحابي، العملات النقدية أو البنك نوتس والإيجيبشن بنك نوتس دي أول عملة فيها، وإحنا كلنا عارفين العملة دي اسمها إيه. حد يقدر يقول لي يا أصحابي؟ شاطرين كلكم، قول كده يا عبد الله. عملة الواحد جنيه أو الوان باوند. شاطر، عملة الواحد جنيه أو الوان باوند. طيب تعالوا نشوف العملة اللي بعد كده. طب والعملة دي هي العملة اللي أكبر منها على طول، والعملة دي ليها اسم، حد يقدر يقول لي اسمها إيه يا أصحابي؟ شاطرين كلكم، قول كده يا عبد الله. عملة الخمسة جنيه أو الفايف باوند. شاطر يا عبد الله، شاطرين كلكم، عملة الخمسة جنيه أو الفايف باوندز. طيب والعملة اللي بعد كده هي اسمها ايه؟ تعالوا نشوفها كده مع بعض. حد يقدر يقول لي العملة دي اسمها ايه يا أصحابي؟ شاطرين كلكم، قول كده يا عبد الرحمن. عملة العشرة جنيه أو التن باوندز. وآخر عملة يا أصحابي المفروض هنتعلمها النهاردة هي العملة دي، تعالوا نشوفها مع بعض. مين يقدر يقول لي العملة دي اسمها ايه؟ شاطرين كلكم، قول كده يا عبد الرحمن. عملة العشرين جنيه أو التوينتي باوندز. شاطرين كلكم، عملة العشرين جنيه أو التوينتي باوندز. وبكده احنا عرفنا العملات النقدية أو البنك نوتس، وعرفنا كل عملة اسمها ايه. والمفروض كمان يا أصحابي نعرف العملات دي فيها كام وانس أو كام أحاد، والأحاد بتاعنا في العملات النقدية هي الوان باوند زي ما احنا عارفين. فهنبدأ بالفايف باوندز. الفايف باوندز زي ما احنا شايفين قدامنا فيها خمس جنيهات او فايف باوندز، فالمفروض ان احنا نعرف ان العملة بتاعت الفايف باوندز او الخمسة جنيه فيها فايف وانس. فايف وانس او خمس احاد، والاحاد يعني عملة الواحد جنيه. فالفايف باوندز زي ما احنا شايفين قدامنا الورقة الواحدة بتساوي خمس ورقات من العملة اللي هي فئة الوان باوند او الواحد جنيه. طب والعملة اللي اكبر منها اللي هي 10 باوندز زي ما احنا شايفين قدامنا، المفروض ان فيها 10 وانس او 10 احاد، والاحاد زي ما احنا قلنا يعني اللي هي الجنيه الواحد. فال 10 باوندز او عملة العشرة جنيه بتساوي 10 ورقات او 10 عملات، الورقة الواحدة فيها بتساوي 1 pound زي ما احنا شايفين قدامنا، وبالتالي ال 10 pounds فيها 10 ones او 10 احاد. واخر حاجة المفروض نعرفها كمان يا اصحابي ال 20 pounds، ال 20 pounds او ال 20 جنيه، ال 20 جنيه فيها 20 او 20 ones او 20 احاد، يعني فيها 20 جنيه، يعني فيها 20 ورقة، يعني بتساوي 20 ورقة، كل ورقة بعملة الواحد جنيه او بقيمة عملة الوان باوند او الواحد جنيه. فبالتالي احنا عرفنا الوانس في كل عملة من العملات النقدية المختلفة، وعرفنا يعني ايه عملة نقدية، وعرفنا ان الفايف باوند بتساوي فايف وانس او خمس جنيهات، وال 10 pounds بتساوي 10 ones او 10 جنيهات، وال 20 pounds بتساوي 20 ones او 20 جنيه. والمفروض كمان نعرف في شابتر 3 او في الفصل الثالث ان احنا نعد مع بعض باستخدام العملات النقدية. يعني المفروض ان انا لما احط قدامك مجموعة عملات نقدية مختلفة تقدر تعدهم معايا بشكل سليم. فمثلا انا حاطط قدامك دلوقتي العملة بتاعت الوان باوند والعملة بتاعت الفايف باوند والعملة بتاعت التن باوند. فعندنا هنا ثلاث عملات قدامنا على الشاشة، وان باوند وفايف باوند وتن باوند. حد يقدر يقول لي المبلغ بتاع العملات دي بيساوي كام؟ فكروا معايا شوية، الوان والفايف والتن بيساوي كام يا أصحابي؟ تقدر تقول لي كده يا عبد الله؟ 16 pounds. شاطرين كلكم، لأن الوان والفايف بيساوي 6، ولما نحط الـ 6 دول
بعد ال 10 هنلاقيهم 16 يعني 16 جنيه. فبكده ال 1 وال 5 وال 10 بيساووا 16 pounds. طيب زي ما احنا شايفين قدامنا عملة ال 5 pounds وال 10 pounds و 5 pounds تاني، عندنا 5 و 10 و 5، دول مجموعهم كام يا اصحابي؟ حد يقدر يقول لي؟ قول كده يا عبد الرحمن. 20 pounds. 20 pounds او 20 جنيه. شاطر، شاطرين كلكم، حلوين كلكم. يبقى احنا عرفنا ان ال 5 وال 10 15، ولما نحط عليهم 5 كمان هيبقوا 20 pounds او 20 جنيه. وبكده احنا عرفنا ودربنا ازاي نعد مع بعض او نعمل عملية العد باستخدام العملات النقدية، وهنتدرب عليها مع بعض كمان شوية عن طريق بعض الامثلة. وبكده نكون خدنا الجزء بتاع الشرح بتاع النهاردة. تعالوا نروح نحل مع بعض الليسون 82 وليسون 83 علشان ننهي درس النهاردة ونوصل لليسون 82 او درس رقم 82 والمثال الخاص به في الماس جورنال او في كراس الرياضيات في الكتاب. هنا المفروض يا اصحابي ان انتوا في الكلاس روم او في حجرة الفصل خدتوا حاجة اسمها الجودز بوستر او الملصق بتاع البضائع. مفروض ان هو ملصق او صورة كبيرة فيها مجموعة من البضائع، كل جود او كل بضاعة من البضائع ليها تمن معين. احنا هنشوفه مع بعض، انا هجيب لكم الجودز بوستر دلوقتي نشوفه مع بعض. وزي ما احنا شايفين يا اصحابي قدامنا هو ده الجودز بوستر، في طبعا في البن او القلم الجاف وده تمنه 10 pounds او 10 جنيه، وفي البنسل او القلم الرصاص وده تمنه 3 pounds او 3 جنيه، وفي البيبر كليبس، البيبر كليبس او دباديس الورق ودي تمنها 2 pounds او 2 جنيه، وفي كمان الشاربنر، الشاربنر او البراية وتمنها 4 pounds او 4 جنيه، وفي كمان السيزرز، السيزرز او المقص وتمنه 5 pounds، وفي الاريزر او الرابر وتمنها 1 pound، وفي اخر حاجة الكريونز او اقلام التلوين وتمنها 12 pounds. فطبعا دي الجود بوستر او الملصق الخاص بالبضائع. المطلوب منكم يا اصحابي ان انتوا تختاروا تو جودز او بضاعتين او حاجتين من الحاجات دي هتشتروها بفلوس من معاكو. طبعا كل واحد ممكن يختار حاجة من الحاجات دي ويحط في دماغه تمنها. فممكن واحد يشتري البنسل ويشتري كمان الرابر او الاريذر، يعني يشتري القلم الرصاص والاستيكة، فهيبقى معاه، فالمفروض ان هو يدفع 3 pounds ويدفع كمان 1 pound فيدفع 4 pounds. 3 plus 1 هنلاقيهم 4 لو عدناهم على صوابعنا، موضوع سهل جدا. ممكن حد تاني يقول لا انا هشتري البن او القلم الجاف اللي هو ب 10 جنيه او ب 10 pounds، واشتري كمان السيزرز، السيزرز او المقص وتمنه 5 pounds، فالمفروض ان هو يدفع 10 جنيه او 10 pounds ويدفع كمان 5 pounds او 5 جنيه، فهنجمعهم على بعض وهنعرف ان هما تمنهم 15 pounds. شاطرين كلكم. ممكن حد تاني يشتري الكريونز او اقلام التلوين دي ويشتري معاها كمان البنسل او القلم الرصاص ده، وهيدفع هو في الحالة دي 12 pounds او 12 جنيه، وهيدفع كمان 3 pounds او 3 جنيه، فبالتالي هيدفع برضو 15 pounds 15 جنيه. فده الجود بوستر او الملصق الخاص بالبضائع، المفروض ان هو يبقى موجود قدامكم في فصل واحد زيه، حتى لو في جودز مختلفة او بضائع مختلفة، المهم ان احنا بيبقى قدامنا صور للبضائع، وكل بضاعة او كل نوع من انواع البضائع بيبقى ليه سعر مكتوب. المفروض ان احنا بعد ما نشوف البوستر ده او الملصق ده نقرر في عقلنا ان احنا نشتري حاجتين منه او تو جودز من البوستر ده، وبعد ما نقرر هنشتري منه ايه
هنحط في دماغنا السعر بتاع الحاجات اللي احنا هنشتريها علشان نعرف احنا هندفع كام. فهنا في lesson 82 او في الدرس رقم 82 المفروض ان كل واحد فيكم هيجاوب على السؤال ده بنفسه. زي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي، هو هنا بيقول لك pick two items. pick يعني اختار، يعني التقط، يعني حدد. two items، two items يعني عنصرين. you would like، you would like أنت سوف تحب. to buy، to buy أن تشتري. from the poster، from the poster من الملصق. يبقى أنت هتختار حاجتين أو two items، عنصرين من العناصر اللي موجودة في البوستر أو في الملصق إن أنت هتحب إن أنت تشتريهم. sketch them، sketch them، sketch يعني ارسم، them يعني ارسمهم. in your journal، في الكراس بتاع الرياضيات بتاعك. and write the price، and write the price واكتب الثمن، price يعني الثمن. of each item، of each item بتاع كل عنصر. write the total، write the total اكتب الاجمالي. cost of the two items اللي هيكلفك بتاع العنصرين. زي ما قلت لكم يا اصحابي كل واحد هيرسم حاجة من ال كل واحد هيرسم two items أو عنصرين من العناصر اللي موجودة في البوستر ده، ويكتب كمان تحتها السعر بتاعها، بعدين يجمع السعرين على بعض علشان يعرف هو هيدفع قد ايه، أو الكوست التكلفة الخاصة بالعنصرين دول قد ايه. ده أول سؤال. طب نروح لليسون 83 أو الدرس رقم 83، وهو في page 107 او صفحة 107. وقبل ما اشرح الجزء ده عاوز اشكر اصحابي اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم شاطرين وحلوين ومتابعين معانا اول باول، والاسماء هي عبد الله، عبد الرحمن، مازن مختار، يوسف جمال، هالة شرقاوي، تميم، سما ايمن، جنى، عمرو الكناني، تسنيم، محمد حسين، محمد الأمير، حمزة رشاد، جنى وليد وياسين وليد، محمد تامر، أحمد محمد كاسب، حنين ماهر، يوسف محسن، وصالح محمد. كلكم شاطرين وكلكم حلوين وكلكم أمامير، خلت شطاروا دايما، وابعتولي في التعليقات أسماءكم هقولها أول بأول إن شاء الله. وليسون 83 لسه بيكلمنا عن البوستر او الملصق بتاع البضائع، ولسه بنتكلم عن الاسعار بتاعة البضائع المختلفة او الحاجات المختلفة، ازاي بنحسب تمنها، وازاي لما نروح نشتري حاجة نعرف احنا ندفع تمنها ازاي بالعملة بتاعتنا. فعندنا هنا في ليسون 83 او في الدرس رقم 83 بيقول لنا بيك two items، pick two items اختار عنصرين، اختار عنصرين. you would like to buy، انت سوف تحب ان تشتري. from the poster، from the poster من الملصق، من الملصق. sketch them، sketch them يعني ارسمهم. in your journal، in your journal في الكراس بتاع الرياضيات بتاعك. write the price، write the price اكتب الثمن. of each item، of each item يعني الخاص بكل عنصر. write the total cost، write the total cost، total cost التكلفة الإجمالية. of the two items الخاصة بالعنصرين، لغاية دلوقتي المثال زيه زي المثال اللي فات بالظبط، بس هنا المختلف بيقول لنا أصحابي create يعني انشئ أو اعمل. many combinations، many combinations يعني تركيبات كتير، المفروض ان انت تجمع تجميعات كتير من البوستر ده. طبعا as you can على قد ما تقدر. that cost 10 pounds، that cost 10 pounds or less، or less او اقل. فاحنا نرجع للبوستر كده ونشوف الحاجات اللي ممكن تكلفنا، العنصرين اللي ممكن يكلفونا 10 pounds or less، اللي ممكن يكلفونا 10 جنيه او اقل. تعالوا نشوف مع بعض كده يا اصحابي. ممكن مثلا العنصرين اللي يكلفونا 10 pounds او اقل ايه يكونوا ايه يا اصحابي؟ البنسل وشاربنر. البنسل تمنه 3 pounds plus الشاربنر تمنها 4 pounds equal 7 pounds. شاطر يا عبد الرحمن، شاطرين كلكم. طب ممكن ايه تاني يكلفنا
10 pounds or less يكلفنا 10 جنيه أو أقل. حد يقدر يقول لي تاني؟ قول كده يا عبد الله. السترز أو المقص والإريزرز الرابر أو الأستيكة يكلفونا 5 + 1 = 6 pounds. شاطرين كلكم، شاطرين وحلوين وجمال فعلا. الإريزر والسيزرز هيكلفونا 6 pounds. ايه تاني ممكن يكلفنا 10 pounds or less؟ حاجات كتيرة. ممكن مثلا نشتري البيبر كليبس او الدبابيس الورق، ممكن كمان نشتري الاريزر او الرابر هيكلفونا 2 + 1 = 3 pounds. ممكن نشتري الشاربنر او البراية، ونشتري كمان السيزرز او المقص يعني 4 + 5 هيكلفونا 9 pounds او 9 جنيه. ففي so many combinations او تركيبات او تجميعات كتيرة جدا نقدر نكتبها ونجمع بيها 2 items او عنصرين هيكلفونا 10 pounds or less، هيكلفونا 10 جنيه او اقل. فانتوا المفروض هتختاروا كل عنصرين وترسموا صورتهم وتكتبوا تمنهم وتكتبوا مجموعهم قد ايه في الماس جورنال او في كراس الرياض بتاعكم، وده الهوم وورك بتاعكو. جمعوا اكتر عدد من الحاجات، كل حاجتين مع بعض بيساوي 10 pounds or less بيساوي 10 جنيه او اقل. وياريت تبعتولي في التعليقات الحل بتاع المثال ده علشان اعرف مين الشاطرين اللي تابعوا معايا شرح النهاردة. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح الماس جورنال او كراس الرياضيات لكي جي 2 الترم الثاني. وكنا انهينا مع بعض شرح lesson 83، والنهاردة هنكمل مع بعض من اول lesson 84 او الدرس رقم 84 حتى lesson 90 او حتى الدرس رقم 90 ان شاء الله. وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا عارفين يا اصحابي ان مش كل الليسونز او كل الدروس موجودة في الماس جورنال او كراس الرياضيات اللي موجودة معاك في الكتاب. المفروض ان اغلب الدروس انت بتاخدها وبتتشرح لك في الكلاس روم، وده بيبقى اسمه الماس اكتيفيتي او النشاط الخاص بالرياضيات. واحنا بنشرح الانشطة اللي انتوا المفروض بتاخدوها في الكلاس روم، بحيث ان احنا نبقى مكملين كل الاجزاء مع بعض الخاصة بالماس اكتيفيتي اللي هو في الكلاس روم او الخاصة بنشاط الرياضيات اللي في حجرة الفصل مع الماس جورنال او كراسة الرياضيات اللي موجودة معاكم في الكتاب. فاحنا بنكمل مع بعض الدروس من اول 84 حتى 90 او من اول درس رقم 84 حتى درس رقم 90. ومجموعة الدروس دي اصحابي بتتناول بعض الحاجات، بعض النقط كده احنا لازم نعرفها الاول ونراجع عليها مع بعض، لانكم لازم تكونوا خدتوها في الكلاس روم او في حجرة الفصل مع التيتشر بتاعكم. فاحنا هنراجع عليها مع بعض، وبعدين هنحل المسائل اللي موجودة في الكتاب معانا علشان خاطر تبقى المعلومة كاملة واضحة بالنسبة لنا. فأول حاجة المفروض نكون عارفينها واحنا بناخد الدروس دي، نكون عارفين الـ counting by ones and tens from 1 to 100. عايزين نعرف نعد مع بعض بالأحاد أو بالونس، وبالعشرات أو بالتنس،
من 1 لحد 100 أو from 1 to 100. فعندنا فزي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي هي دي الأرقام from 1 to 100 أو من 1 حتى 100، وإحنا شايفين قدامنا أدي الأرقام وهنعد مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ياريت تقولوا معايا يا أصحابي علشان خاطر نعد مع بعض كلنا مرة كمان 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. وبكده احنا عدينا الـ from 1 to 100 by once او بالاحد، يعني كنا بنزود رقم واحد على الرقم اللي قبل منه علشان نقدر نوصل لل 100. عايزين نعد by tens او بالعشرات، فهنجمع 10 كل مرة بحيث ان احنا نوصل ل 100. فنبدأ اول حاجة ب 10، دي اول 10، لما نزود على ال 10 10 كمان هتبقى 20، بعد كده 30 شاطرين، بعد كده 40 50 60 70 80 90 and 100. فاحنا كده عملنا counting او عدينا by ones and by tens، ودي اول حاجة المفروض نبقى عارفينها ونكون خدناها في الكلاس روم في الماس اكتيفيتي. تاني حاجة المفروض نعرفها هو شكل العملات النقدية من اول ال 1 pound او ال 1 جنيه حتى ال 20 pound او ال 20 جنيه. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي هو ده شكل ال 1 pound، ودي بانك نوت او ورقة نقدية، احنا مش هناخدها على شكل كوين، احنا هنتكلم عنها دلوقتي في شكل الورقة النقدية. فزي ما احنا شايفين قدامنا هي دي ورقة ال 1 pound وهي قيمتها 1 جنيه، ودي ورقة ال 5 pound او ورقة الخمسة جنيهات، ودي طبعا قيمتها 5 pounds او 5 جنيهات. وطبعا لازم نبقى عارفين ان الورقة الواحدة من ال 5 pounds او بالخمسة جنيه فيها 5 ورقات من ورقة ال 1 pound او الواحد جنيه. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي دي ورقة ال 10 pound، ال 10 pound او العشرة جنيهات، وزي ما احنا عارفين يا اصحابي ان الورقة الواحدة بال 10 pound او العشرة جنيهات بيكون فيها ورقتين من ال 5 pounds، لان 5 plus 5 او 5 زائد 5 بتساوي 10. فالورقة الواحدة من ال 10 pounds او العشرة جنيهات بيكون فيها ورقتين فئة ال 5 pounds او الخمسة جنيهات او ال 5 pound bank note، او ممكن يكون فيها 10 بانك نوتس او 10 ورقات نقدية، كل ورقة منهم بتساوي 1 pound او 1 جنيه. ممكن كمان تساوي ايه يا اصحابي شاطرين؟ ممكن تساوي ورقة واحدة من ال 5 pound و5 ورقات من ال 1 pound، لان كلهم هيبقى في الاخر مجموعهم ايه؟
10 pounds او 10 جنيهات زي ما احنا عارفين مع بعض. واخر حاجة الورقة الكبيرة اللي هي بتساوي 20 pounds او 20 جنيه. 20 pounds او 20 جنيه الورقة دي هي اكبر حاجة هنتكلم عليها في الشرح بتاعنا، وهي ممكن يكون ال 20 pounds او ال 20 جنيه بتساوي ورقتين كل ورقة منهم ب 10 pounds او 10 جنيه. ممكن كمان تساوي 4 ورقات كل ورقة منهم ب 5 pounds او 5 جنيهات. ممكن كمان تساوي 20 ورقة كل ورقة منهم ب 1 pound او ب 1 جنيه لان هي 20 pounds. ممكن كمان تساوي ورقة واحدة ب 10 pounds او 10 جنيه، وورقتين كل ورقة منهم ب 5 pounds او 5 جنيه. ليه؟ لان برضو مجموعهم 20 pounds او 20 جنيه. ممكن تساوي ورقة واحدة ب 10 pounds او 10 جنيه، ورقة واحدة ب 5 pounds او 5 جنيه، وخمس ورقات كل ورقة منهم ب 1 pound او ب 1 جنيه. فاحنا كده عرفنا شكل العملات النقدية، وكل عملة منهم حجمها قد ايه وفيها قد ايه من العملات التانية، وعرفنا ازاي مع بعض نقدر نجمع مع بعض العملات النقدية على بعضها علشان خاطر نعرف عددهم. عرفنا مع بعض شكل العملات النقدية وكل واحدة قيمتها قد ايه. ثالث حاجة المفروض نعرفها يا اصحابي هي الـ subtraction والـ addition او الطرح والجمع، وهنستخدم الـ number line او خط الاعداد علشان خاطر نقدر نقوم بالمهمة الجميلة دي. فزي ما احنا عارفين يا اصحابي ان الـ number line او خط الاعداد هو الخط ده اللي بيكون مكتوب عليه الارقام او الـ numbers from 1 to 10 مثلا، من 1 ل 10. فاحنا هنستخدم النمبر لاين هنا ونعمل عليه عملية السبتراكشن او الطرح علشان نقدر نوصل للارقام الناتج، او يعني لما نطرح اي رقم من الارقام دي من 10 هيتبقى معانا كام. فاول حاجة هنا مثلا صديقنا وصديقتنا دول المرسومين هو بيقول لنا اطرح لنا من ال 10 هنا هوت 2 اللي هو رقم 2 اللي هو ماسكو نمبر 2. فاحنا هنعمل ايه يا اصحابي؟ هنروح زي ما احنا شايفين قدامنا نكون رسمين النمبر لاين ونحط عليه النمبرز from 1 to 10، وبعدين المفروض ان احنا هنشطب على ال 2 اللي هو المفروض ان احنا نطرحها، وبعدين نعد بعد منها علشان نشوف اللي هيتبقى معانا كام. فادي 1 2 يبقى نشطب ال 1 وال 2 يبقى نشطب كده عليهم تمام، ونعد بعد ال 1 وال 2 نعد بعد كده بعد ما شلناهم او عملنا لهم subtraction او طرحناهم، ونعد من اول ال 3 هنا اللي هي بعد ال 2 نشوف هيبقى معانا كام. فهنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 ده هيبقى معانا 8. فالمفروض هنا هندي لصديقتنا هنا كام، هيبقى معانا كام عشان ندهولها 8 زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب في الصورة التانية يا اصحابي صديقنا هنا بيقول لنا اطرحوا 4 بقى من ال 10 وشوفوا هيبقى كام. فنروح نشيل ال 4 من على النمبر لاين هي والارقام اللي قبل منها علشان نشوف هيبقى معنا كام. فنروح عند ال 4 ونروح معملين كده ونروح مسحين النمبرز حتى نمبر 4، وهنعد بعد منها وهنقول 1 2 3 4 5 6 ده هيبقى 6 يا اصحابي. يبقى المفروض هندي صديقتنا هنا كام؟ 6. فهنكتب هنا 6 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب بالنسبة هنا لصديقتنا بتقول لنا اطرحوا نمبر 3 وشوفوا هيبقى كام علشان نديل صاحبنا ده. فهنروح عند 3 وهنشطب عليها وهنشيلها من النمبر لاين وهنشوف هيبقى معانا كام. فهنعد بعد 3 1 2 3 4 5 6 7 7 ده هيبقى معانا 7. يبقى هنديله هنا 7، فهنكتب هنا 7 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب هنا صديقنا بيقول لنا اطرحوا 8. طب هنا صديقنا بيقول لنا اطرحوا 8 من ال 10 وشوفوا هيبقى كام علشان نديل صديقتنا دي.
فهنروح عند النمبر لاين برضو وهنطرح منه ال 8 فهنشطب على ال 8 والارقام اللي قبل منها زي ما احنا عارفين ونعمل كده هوت وهنشوف بعد ال 8 هيتبقى كام 1 2 ده اتبقى 2 بس فهندي لصفقتنا هنا ايه هنكتب هنا 2 زي ما احنا شايفين قدامنا وهنا صديقنا ده بيقول لنا اطرحوا 6 من ال 10 وشوفوا هيتبقى كام علشان دي لصديقنا التاني ده فالمفروض ان احنا هنروح على النمبر لاين ونشوف الارقام اللي بعد 6 فهنشطب على 6 زي ما احنا شايفين قدامنا وهنعد بعد منها 1 2 3 فهنلاقي ان اللي اتبقى معانا هو 4 بس فهنكتب هنا 4 لان هو ده الرقم الباقي من ال 10 اللي احنا طرحناهم منها فهنديله 4 زي ما احنا شايفين قدامنا واخر حاجة صديقتنا هنا بتقول لنا اطرحوا 7 من ال 10 على النمبر لاين وشوفوا هيتبقى كام معانا علشان نديل صديقتنا التانية دي فهنروح نشطب على ال 7 والارقام اللي قبل منها زي ما احنا شايفين قدامنا وهنشوف هيتبقى معانا كام بعد ال 7 1 2 3 يبقى معانا 3 بس فهندي لصديقتنا دي 3 زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده احنا عرفنا ازاي نعمل subtraction او نعمل عملية طرح عن طريق استخدام النمبر لاين او خط الاعداد طب ازاي نعمل عملية جمع يا اصحابي احنا ممكن نعمل عملية الجمع عن طريق ان احنا نعد على ايدينا زي ما احنا شايفين قدامنا ممكن نعد على ايدينا زي ما احنا شايفين كده وبكده نقدر نعد نجمع كل رقم على التاني وممكن برضو نستخدم ال اي حاجة نعد بيها مثلا زي مثلا ما هو مدينا في دليل المعلم ان احنا ممكن نعد عن طريق مجموعة من الحصى مثلا معانا او عن طريق ان احنا نعد على صوابع ايدنا او ان احنا يكون معانا حاجة معينة مجموعة بليات او مجموعة اقلام من 1 لـ10 نجمع بيهم الارقام على بعضها فدي طريقة العد زي ما احنا عارفين وبكده احنا افتكرنا مع بعض عملية السبتراكشن او الطرح وعملية الاديشن او الجمع وبعد كده المفروض هنروح دلوقتي نحل مع بعض اول حاجة في page 108 او صفحة 108 في الكتاب بتاعنا في الماس جورنال او كراس الرياضيات lesson 84 او الدرس رقم 84 في ماس بروبلم او مسألة مكتوب فيها sketch ارسم the item from the word problem and write the math problem underneath يعني ارسم العنصر اللي موجود في الكلمات الخاصة بالمسألة and write the math problem underneath واكتب المسألة الرياضية بالأسفل مرة كمان sketch the item from the word problem and write the math problem underneath فهنروح على دليل المعلم ونشوف مع بعض المفروض ايه هي الماس بروبلم او المسألة الرياضية المفروض المدرس بتاعنا هيقولها لنا في الكلاس روم ده برضو في الماس اكتيفيتي وبعد كده هنعرف ايه هي المسألة دي ونحلها مع بعض هنا في الماس جورنال فالمفروض المسألة الرياضية زي ما احنا عارفين وشايفين قدامنا اصحابي بيقول لنا هنا احنا معانا 10 pounds او 10 جنيه بعدين بيقول لك You walk into a sweet shop انت رحت لمحل الحلوى and see a lollipop وشفت مصاصة You want to buy انت حبيت تشتريها The lollipop المصاصة دي costs بتتكلف 2 pounds 2 جنيه You pay the owner of the shop انت دفعت الفلوس دي للصاحب بتاع المحل لصاحب المحل the owner of the shop How much money do you have left كام فلوس متبقية معاك فاحنا المفروض احنا كان معانا 10 pounds زي ما احنا قلنا ورحنا اشترينا لولي بوب او مصاصة ب 2 pounds او ب 2 جنيه فالمفروض هيبقى معانا كام يا اصحابي شاطرين زي ما احنا اتعلمنا هنطرح من النمبر لاين ال 2 او ال 2 وهنشوف هيبقى معانا كام ادي النمبر لاين قدامنا فهنشيل منها 2 وهنعد هيبقى معانا كام 1 2 3 4 5 6 7 8 8 يبقى هيبقى معانا 8 pounds او 8 جنيه
وهنرسم الكلمة اللي موجودة في الماس بروبلم أو المسألة، ونرسم هنا صورة اللولي بوب أو المصاصة اللي احنا اشتريناها. وبكده حلينا الماس بروبلم الخاصة بليسون 84. تعال نشوف المسألة اللي بعد كده، خليكم معايا. والمسألة أو الماس بروبلم الموجودة بعد كده في 109 أو صفحة 109، وهي ليسون 86 أو درس رقم 86. وبيقول لنا هنا write the letter، write the letter اكتب الحرف on the front of the envelope، on the front of the envelope على وجه الخطاب أو على وجه الظرف بتاع الخطابات يعني. count the money، count the money عد الفلوس inside the envelope اللي موجودة في الظرف. and write the amount of money next to the letter، واكتب الكمية بتاعت الفلوس الموجودة في الظرف ده next to the letter جنب الحرف اللي انت كتبته. repeat with each envelope، كرر نفس العملية مع كل ظرف. فباختصار يا أصحابي، المفروض في lesson 86 التيتشر بتاعكو هيكون معاه كذا ظرف أو كذا envelope وهو في الكلاس روم، وهيخش وهيقسمكو المجموعات، وهيدخل الفصل، وأول ما يدخل هيقسمكو المجموعات. كل مجموعة هيديها انفلوب أو ظرف من الأظرف اللي موجودة معاه دي، وكل ظرف من الأظرف دي هيكون موجود فيه amount of money أو كمية من الفلوس، والظرف ده بيكون مكتوب عليه من بره حرف من الحروف A و B و C مثلا. فإحنا عندنا 3 أظرف وإنتوا 3 مجموعات مثلا، فالظرف الأولاني A جه في إيدكو وهو مكتوب عليه ايه، فانتوا اول ما تشوفوا الظرف هتكتبوا الحرف المكتوب على in front of the envelope او على وجه الخطاب عندكم هنا في الماس جورنال، فهنكتب هنا ايه، وهتفتحوا الظرف وهتعدوا الفلوس اللي جواه وهتعملوا counting او عد للفلوس اللي جواه. فمثلا هتلاقوها مثلا 9 pounds او 9 جنيه، فكل واحد منكم هيكتب جنب الايه هنا 9 او 9 pounds 9 جنيه. فبيقول لك هنا اعمل نفس العملية اللي انا بقول لكم عليها دي، وهتعملوها وهتكرروها في الاظرف الباقية. او مثلا لو احنا تخيلنا ان انتوا كنتوا 3 مجموعات وبقى في ظرفين تانيين، فبي مثلا فهتاخدوا الظرف بتاع بي او الانفلوب اللي هو اسمه بي، وهتكتبوا هنا اسم الظرف اللي هو الحرف المكتوب عليه، وهتعدوا الفلوس اللي جواه وهتكتبوا كمية الفلوس او the amount of money هنا جنب الليتر اللي كان موجود على الانفلوب او على الظرف، وهتكرروا نفس العملية في الاظرف اللي بعد كده. فمثلا لو كان في عندكو انفلوب تالت او ظرف تالت مكتوب عليه مثلا سي او حرف السي سي ليتر، وهتعدوا الفلوس اللي جواه، فهنكتب هنا سي زي ما احنا شايفين قدامنا، ونعد الفلوس اللي جواها هنلاقيها مثلا 15 pounds او 15 جنيه، فهنكتب هنا 15 LE او 15 جنيه. وبكده احنا حلينا المسألة بشكل سليم، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 110 او صفحة 110، وده lesson 88 او الدرس رقم 88. وبيقول لنا هنا record، record يعني سجل، your work، your work العمل بتاعك، from من the game، the game اللعبة. في لعبة يا أصحابي المفروض اسمها لعبة الإخفاء أو pick a bow، pick a bow. اللعبة دي احنا ممكن نكون بنلعبها مع بيبي صغير لسه مولود مثلا، نروح مخبيين منه وشنا ونقرب منه ونشيل ايدنا فجأة فهتلاقيه بيضحك. اللعبة دي معروفة جدا برا اسمها pick a bow، اسمها بيكابو. وممكن كمان نلعبها بشكل تاني، ان انا اجيب كوباية او كب صغير واحط تحت منه مجموعة حاجات، وليكن مثلا 10 حاجات 10 things، وبعدين انا احطها تحت منه واخبيها واشيل الكب مرة واحدة وارجعه تاني واسألك انت شفت ايه في الوقت ده الصغير اللي انا شلت فيه الكب ورجعته تاني. فدي اسمها لعبة بيكابو او لعبة الاخفاء. فالمفروض انتوا هتلعبوها في الفصل وهتسجلوا الحاجات اللي انتوا شفتوها. فبيقولك هنا record يعني سجل، your work from the game العمل بتاعك من الجيم او من اللعبة اللي انتوا لعبتوها، وهنا بيقولك pick a bow لعبة الاخفاء 10 الخاصة بعشر حاجات، draw a circle ارسم هنا دايرة، and show how many
counters ووضح كام حاجة انت عدتها counters are underneath اللي هي كانت موجودة تحت the cup الكوباية اللي احنا قلنا عليها the cup الكوب اللي احنا قلنا عليه and how many are outside وكام حاجة كانت برا او انت معرفتش تعدها of the cup من تحت الكوب اللي انت شفته فهترسم هنا دايرة وهترسم مثلا هو انت هتاخد مثلا خمس محاولات هشيل الكوب وارجعه تاني واسألك انت شفت ايه ومثلا لو انا كاتب مثلا مجموعة ارقام تحت الكوب او حاطط مثلا تحت منه 10 حاجات زي ما احنا قلنا فكل مرة انت هتقول شفت حاجة صح هنشيلها ونحطها برا لحد ما نشوف انت هتشوف كل الحاجات الموجودة تحت منه ولا لا فانت هترسم هنا دايرة وهترسم فيها الحاجات اللي انت شفتها في الخمس محاولات دي ولو قدرت تشوفهم كلهم هترسمهم كلهم جوه الدايرة لو ما شفتش منهم غير جزء بس فهترسم الجزء اللي انت شفته جوه الدايرة هنا والحاجات اللي انت ملحقتش تشوفها هترسمها بره الدايرة او outside the circle زي ما انا وضحت لكم من شوية وبكده نكون حلينا lesson 88 ونتنقل للسون 89 خليكم معايا ونوصل لبيج 111 او صفحة 111 وهي lesson 89 او الدرس رقم 89 وهنا بيقول لنا record يعني سجل your work العمل بتاعك from the game من اللعبة spill the beans دي يا اصحابي expression او اصطلاح معناه قول السر قول لي ايه هو السر اسمه spill the beans بينز لوحدها بتيجي بمعنى فاصوليا وسبيل زي ما احنا عارفين بمعنى تهجى قول الحروف بس spill the beans كلمة مع بعضها معناها جملة مع بعضها معناها اخبرني السر او افشي السر فهنا المفروض هتكونوا لعبتوا برضو لعبة تانية في الكلاس روم او في حجرة الفصل اللعبة دي هيكون التيتشر بتاعكو جايب مجموعة من الحصى مجموعة من الحصى الصغير معاه في كوبايتين كل كوباية فيها 10 حصوات او 10 بينز او 10 حبايات المفروض انتوا هيبقوا عندكم لوح لعب او يعني قطعة ورق مكتوب عليها مجموعة ارقام from 1 to 10 وكل واحد هياخد 2 بينز او حبايتين او حصيتين من الحصى ده وهترموهم بشكل ان هما كل واحدة فيهم تيجي على رقم من الارقام من 1 لـ10 وكل واحد هيرمي الحصيتين بتاعته مثلا واحد هيرمي الحصوة الاولانية او the first bean وهتيجي مثلا على number 3 واحد تاني والحصى التانية هيرميها وهتيجي مثلا على number 9 فالمفروض هو هيعمل ايه هيجمع الثري على الناين وهيكتب لنا هنا الـ الـ النتيجة او الـ work from the game العمل اللي هو عمله من الجيم ده فمثلا لو احنا قلنا ان هو رمى الحصى الاولانية او the first bean وجات على number 3 زي ما قلنا فيكتب هنا 3 والحصى التانية جات على number 9 او على رقم 9 فيكتب هنا plus زائد 9 9 ويكتب هنا equal بيساوي ووضح لنا في دليل المعلم ان انتوا كمان ممكن المدرس بتاعكو او التيتشر بتاعكو تعلمكو ازاي تجمعوا الرقمين على بعض عن طريق استخدام الحصى في ان انتوا تعدوا 3 حصات الاول وتخليهم في ايدكم وبعدين تعدوا 9 بينز تانيين او 9 حصويات تانيين تخليهم في ايدكم التانية وبعدين تحطوهم على بعض وتعدوهم كلهم هيديكوا مجموع البينز او الحصى اللي هو بيساوي 3 + 9 = 12 زي ما احنا شايفين قدامنا فهنا ده الحل بتاع البيج دي والبيج اللي بعد كده هي فيها نفس المسألة خليكم معايا ونوصل لبيج 112 او صفحة 112 وفيها lesson 90 او درس رقم 90 وبيقول لنا record يعني سجل the work from the game العمل من الجيم او من اللعبة اللي انت لعبتها spill the beans افشي السر قول لنا السر ايه هو وهنعمل نفس العملية هنرمي هناخد مجموعة من الحصى واحنا في الكلاس روم مع التيتشر بتاعنا زي ما قلنا وهيدينا كل واحد حصويتين وهيبقى قدامنا البورد او اللوحة اللي عليها النمبرز from 1 to 10 عليها الارقام من 1 لـ10
فكل واحد هيرمي اول حصوة وبعدين هيرمي تاني حصوة. البين الاولانية هيشوفها جت على رقم كام وهيكتبه هنا هوت، بعدين هيكتب بلس زائد وهيشوف البين التانية جت على رقم كام وهيكتبها برضو هنا هوت، وهيجمعهم على بعض زي ما قلنا من شوية وهيكتب المجموع هنا هوت. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. اتمنى تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سيب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، وسيب لكم كمان اللينكس او الروابط بتاعت كل قوائم التشغيل الخاصة بالترم الاول والترم التاني، موجودة بشكل منظم تسهل عليكم الوصول لأي درس. بالتوفيق إن شاء الله. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح الماس جورنال KG2 الترم الثاني، وكنا انهينا مع بعض المرة اللي فاتت الشرح حتى lesson 90 أو الدرس رقم 90، والنهاردة هنبدأ من شرح من lesson 91 أو الدرس رقم 91 حتى lesson 100 أو الدرس رقم 100. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والجزء الجديد في درس النهاردة يا أصحابي هو حاجة اسمها skip count by 5 to 100. يعني ايه skip count؟ يعني نعد عن طريق القفز. هنزود 5 كل مرة، كل عد هنعدها على اننا بنزود 5 ارقام from 1 to 100، من 1 لـ100. تعالوا نعمل كده مع بعض. ادي مثلا تيبل في الارقام من 1 لـ100، هنعد كل مرة هنزود 5 ارقام. يعني اول حاجة هنقول 5، بعد كده 10، اخدتوا بالكو زودنا 5 بعد على ال 5 اللي عندنا بقى 10. 1 2 3 4 5 يبقى 10. يبقى اول حاجة مرة تانية 5، بعد كده 10، بعد كده كام يا اصحابي بعد ما نزود 5 ونعمل skipping count او نعد بالقفز؟ 15. شاطرين كلكو. بعد ال 15 كام؟ 20. شاطرين. بعد ال 20 كام؟ 25. شاطرين. بعد ال 25 كام؟ 30. شاطرين. بعد ال 30 كام؟ 35. شاطرين. بعد ال 35 كام؟ 40. شاطرين. بعد ال 40 كام؟ 45. بعد ال 45 كام؟ 50. بعد ال 50 كام؟ 55. بعد ال 55 كام؟ 60. بعد ال 60 كام؟ 65. بعد ال 65 كام؟ 70. بعد ال 70 كام؟ 75. شاطرين. بعد ال 75 كام؟ 80. بعد ال 80 كام؟ 85. شاطرين. 85. بعد ال 85 كام؟ 90. شاطرين. بعد ال 90 كام؟ 95. بعد ال 95 كام؟ 100. شاطرين. وبكده عملنا skipping count او عدينا بان احنا عملنا عملية قفز، كل مرة عدينا 5 ارقام زيادة by 5، skipping count by 5 from 1 to 100 او من 1 لـ100. ده الجزء الجديد الخاص بدرس النهاردة. والنهاردة هنحل مع بعض الماس بروبلمز او المسائل الرياضية اللي موجودة في الماس جورنال في كراس الرياضيات، ونشوف مطلوب مننا فيها ايه. خليكم معي ونوصل لبيج 113 او صفحة 113،
وهي فيها lesson 91 part 1 او الجزء الاول، وهو بيقول لنا هنا draw ارسم the teacher's word problem below، المسألة الكلامية اللي قالها المدرس بتاعك below بالأسفل. When you have solved the problem، when you have solved the problem write your answer اكتب إجابتك. At the bottom of the page، at the bottom of the page في أسفل الصفحة. بعد ما ترسم المسألة الكلامية زي ما اتفقنا، أو اكتب الأنسر بتاعك at the bottom of the page في أسفل الصفحة تحت الرسم يعني. تعالوا نشوف طبقا لدليل المعلم ايه هي ال word problem أو المسألة الكلامية المفروض تكونوا خدتوها في الكلاس روم وانتوا بتاخدوا الماس اكتيفيتي زي ما عرفنا مع بعض. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي، هي دي الword problem او المسألة الكلامية المفروض تكونوا خدتوها في الكلاس روم. وهنا بيقول لكم teacher say there were، كان هناك 5 cats، خمس قطط، sitting under the tree، واقفين او قاعدين تحت الشجرة. draw 5 cats sitting under a tree in your journal، ارسم خمس قطط قاعدين تحت الشجرة في كراسة الرياضيات بتاعتك. بعدين بيقول لك two of the cats قطتين من الخمس قطط دول chased a mouse get you، عشان يلحقوا بي mouse فار من الفئران. draw a mouse at the bottom of your page، ارسم ماوس او فار يعني في اسفل الصفحة بتاعتك. بعد كده التيتشر سي بيقول two cats chased the mouse، those cats are no longer under the tree، القطتين دول مش موجودين اكتر من كده، خلاص مش موجودين بعد كده under the tree تحت الشجرة. so please، علشان كده لو سمحت، let's show that by crossing them out، وضح ده بان انت تعمل بقى على علامة اكس يعني على قطتين من الخمس قطط اللي كانوا واقفين تحت الشجرة. يبقى كده في قطتين جري ورا الماوس، والماوس انت رسمته اسفل الشجرة، وهتعمل علامتين اكس يعني هتشطب على قطتين من الخمس قطط اللي كانوا قاعدين تحت الشجرة. فاخر حاجة بيقول لكم يا اصحابي circle the cats are left، ضع دائرة حول القطط اللي اتبقت طبعا من الخمس قطط دول. ثم بعد ذلك count them، عدهم. and write the number at the bottom of the page، واكتب عددهم في اسفل الصفحة. المفروض ان احنا هنعد القطط الباقية بعد ما نعمل حواليهم circle او دائرة كل واحدة منهم، وهنكتب عددهم في اسفل الصفحة. وطبعا زي ما احنا عارفين المفروض هيتبقى معانا كام من الفايف كاتس، اتنين جري ورا الفار واتبقى معانا مجموعة من القطط، المفروض يبقى عددهم كام؟ شاطرين هنعدهم هنلاقيهم 3 كاتس او 3 قطط زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا شرح وحل البيج دي، ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا. المفروض هنا في بيج 114 او صفحة 114 lesson 91 part 2 ده او الجزء التاني ده خاص بيك انت والشولدر بارتنر او زميل الفصل بتاعك. المفروض ان انتوا هترسموا نفس الword problem او المسألة الكلامية اللي احنا خدناها من شوية بس مع بعض. يعني واحد فيكم هيرسم التري، والتاني هيرسم الفايف كاتس وهم قاعدين تحت التري، وبعدين واحد فيكم تاني هيرسم الماوس اللي كان بيجري، والتاني هيشطب على 2 cats من ال 5 cats زي ما عرفنا من شوية، وبعدين آخر حاجة هتكتبوا number 3 أو رقم 3 at the bottom of the page أو في أسفل الصفحة زي ما احنا عرفنا من شوية. والمفروض البيج دي بتعلمكو عملية الشيرنج أو المشاركة، إزاي نشارك العمل مع بعض مش أكتر. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 115 أو صفحة 115، وفيها lesson 92 او الدرس رقم 92. وهنا بيقول لنا create and draw انشئ وارسم your own cookie البسكويتة بتاعتك،
الكوكي اللي هي البسكويت المخبوز. Your own cookie story problem، المسألة الرياضية بتاعتك الخاصة بالقصة بتاعت الكوكيز أو البسكويت دي. With your partner، مع شريكك. Start with 12 cookies، ابدأ ب 12 cookies، ب 12 بسكويتة من البسكويتس. فهو هنا يا أصحابي بيقول لنا ان احنا كنا خدنا في الماس اكتيفيتيز او انشطة الرياضيات امثلة خاصة بالكوكيز، ان التيتشر بتاعكو هيكون جايب لكم كوكيز من او بسكويت، وبالتحديد هما 12 كوكيز او 12 بسكويتة. هيقول لكم لو اكلنا من ال 12 كوكيز او من ال 12 بسكويتة دول 6 كوكيز هيبقى معانا كام، وهيشيل 6 من ال 12 وهنعد الباقي هنلاقي 6. فهنا بيقول لك بعد كده المفروض ان انت معاك 12 كوكيز برضو زيه، بس انت من حقك ان انت تاكل العدد اللي انت عايزه. فان المفروض ان انت هتاكل مثلا اي عدد، ولو مثلا كانوا 3 فانت المفروض بعد ما تاكل العدد ده هتعد الكوكيز اللي معاك قد ايه، وتكتب المساله الرياضيه دي هنا، وهنكتبها زي ما احنا شايفين قدامنا 12 اللي هما 12 كوكيز يعني ماينس، ماينس يعني ناقص، ودي علامة السبتراكشن أو الطرح زي ما احنا عارفين. وهنكتب الرقم اللي انت أكلته مثلا وليكن 3 كوكيز مثلا، انت أكلت 3، وهنكتب equals أو يساوي، وهنعد الكوكيز الباقية فهنلاقيهم زي ما احنا عارفين 9 كوكيز أو 9 بسكويتات. وبكده نكون أنهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 116 او صفحة 116، وفيها lesson 95 او درس رقم 95. وبيقول لنا هنا record يعني سجل your subtraction equations below، اكتب المسائل الرياضية الخاصة بعملية الطرح below بالاسفل. فاحنا برضو طبقا لدليل المعلم يا اصحابي، المفروض ان احنا دلوقتي بنتدرب على الـ subtraction equations، او ازاي بنكتب مسألة خاصة بعملية الطرح زي ما قلنا في البيج اللي فاتت. بتبقى عبارة عن رقم بنكتبه في الاول، هو ده الرقم الكبير، وبنعمل بعد كده علامة الطرح اللي هي اسمها minus، وهي بيبقى شكلها كده، وبعدين بنكتب رقم تاني اللي هو بنطرحه من الرقم الكبير ده، وبعدين بنكتب عملية يساوي او equals زي ما احنا شايفين قدامنا، بيدينا هنا الرقم المتبقي اللي هو هيطلع نتيجة عملية الطرح اللي هيتبقى بعد ما نطرح الرقم الصغير ده من الرقم الكبير ده. فاحنا هناخد 3 مسائل رياضية مثلا مع بعض دلوقتي، ونشوف ازاي بنكتب الـ subtraction equations او المسائل الخاصة بعملية الطرح مع بعض. فمثلا لو قلنا هنا 5 minus ناقص 2 equals يساوي equal كام يا أصحابي؟ طلعوا 5 صوابع على أيديكوا وشيلوا منهم 2 هيبقى كام؟ شاطرين 3، فنكتب هنا 3. هي دي شكل الـ subtraction equation أو عملية أو المعادلة أو شكل مسألة الطرح، بنكتب مسألة الطرح بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تعالوا ناخد مسألة تانية، مثلا لو قلنا 8 minus ناقص 5 equals بيساوي equal كام يا أصحابي؟ 3. شاطرين، 8 minus 5 equals 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب ولو قلنا مسألة تالتة مثلا يا أصحابي، لو قلنا مثلا 6 minus ناقص 4 equals يساوي 2. شاطرين كلكم، شاطرين، ربنا يحفظكم ويحميكم. يبقى هنا احنا عرفنا ازاي شكل subtraction equation او المسألة الرياضية الخاصة بعملية الطرح. وبكده انهينا البيج دي، نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 117 او صفحة 117، وفيها lesson 96 او الدرس رقم 96، ولسه بنتكلم مع بعض
عن شكل subtraction equations أو المسائل الرياضية الخاصة بعملية الطرح، إزاي بنكتبها مع بعض وشكلها عامل إزاي. وهنا بيقول لنا record، سجل your subtraction equations، المسائل الرياضية الخاصة بعملية الطرح بتاعتك below بالأسفل. فأنا طالب منكم هنا يا أصحابي، ده homework ليكم، إن أنتوا تكتبوا 3 مسائل رياضية بشكل سليم، تعملوا فيها عملية subtraction أو الطرح، وتكتبوا النتيجة بتاعتها في الآخر هنا، وتبعتولي الثلاث مسائل دول باسمكم على في الكومنتس الخاصة بالقناة أو على الفيسبوك على الجروب بتاعنا أو على الصفحة بتاعتنا. واللي هيبعت الثري subtraction equations دول أو الثلاث المسائل الخاصين بعملية الطرح دول مكتوبين بشكل سليم وفي نفس الوقت الإجابة بتاعتهم صح، هقول اسمه إن شاء الله في المرات اللي جاية. وبكده انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 118 او صفحة 118، lesson 97 او درس رقم 97. وبيقول لنا هنا record، سجل your turns، الدور بتاعك in race to zero، في السباق لرقم 0. begin with، ابدأ ب 20 اللي هو رقم 20. وطبقا لدليل المعلم يا أصحابي، زي ما احنا عرفنا في أول درس النهاردة، احنا بنعمل حاجة اسمها skip count أو العد بالقفز with 5 من رقم 5، باستخدام رقم 5 أو رقم 5 from 1 to 100، من 1 ل 100. هنا بيعلمنا ازاي ممكن نطرح 5 برضو أو نطرح أي رقم تاني من رقم 20 او من رقم 20. فهنا كان المفروض في الكلاس روم او في حجرة الفصل بتبقوا اخدتوا مجموعة من الكروت في ايدكم مثلا، يعني كل واحد خد في ايده 3 كروت، كل كارت منهم مكتوب عليه رقم وليكن 5 و6 و7، وكل واحد هيقلب كارت من الكروت اللي معاه وهيطرح الرقم اللي مكتوب على الكارت ده من رقم 20 او من رقم 20. واللعبة دي اسمها race to zero او السباق لرقم 0، دليل على عملية الطرح اللي بتخلي الارقام تصغر دايما وتنزل لحد ما توصل لرقم 0. فاللعبة دي اسمها race to zero، وهو هنا بيقولك اطرح الرقم اللي موجود على الكارت بتاعك من رقم 20 ده او من رقم 20. وليكن مثلا 20 minus 5 كام يا أصحابي؟ equal 15. شاطرين، يعني بيساوي 15. لما نشيل 5 من ال 20 equals 15 أو بيساوي 15 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تعالوا نتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معي ولسه بنكمل مع بعض عملية التسجيل أو الريكوردينج بتاعت لعبة الريس تو زيرو أو السباق حتى رقم زيرو أو حتى رقم صفر. وهنا بيقول لنا في lesson 98 أو درس رقم 98، record your turns، سجل الدور بتاعك in race to zero، في لعبة السباق لرقم زيرو، begin with، بادئا ب 20 أو 20. وهنا المفروض نحنا نطرح رقم تاني مثلا من رقم 20، وليكن مثلا number 8. هنقول مثلا ان احنا طلع على كارت من الكروت بتاعتنا نمبر 8، فنقول 20 minus 8، 20 ناقص 8 equals كام؟ 12. شاطرين، 20 minus 8 equal 12 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا اتدربنا على شكل subtraction equations او المسألة الرياضية الخاصة بعملية الطرح شكلها عامل ازاي، وعرفنا لعبة الريس تو زيرو أو السباق لرقم زيرو. وبكده نكون أنهينا شرح درس النهاردة، وفي الختام أتمنى تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الدرس اعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو، وسايب لكم كمان الروابط الخاصة بقوائم التشغيل الخاصة بالترم الاول وبالترم الثاني لكل المراحل علشان توصلوا لأي درس بمنتهى السهولة ان شاء الله.
وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح الماس جورنال او كراس الرياضيات الخاصة بKG2 الترم الثاني، وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى لسون 100 او درس رقم 100، وان شاء الله النهاردة هنكمل الشرح from Lesson 101 حتى Lesson 105 أو من درس رقم 101 حتى نهاية الدرس رقم 105 أو حتى نهاية الدرس رقم 105. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يا اصحابي lesson 101 و 102 و 3 و 4 كمان بيتكلموا عن جزئية السكيب كاونت او العد بالقفز، ان احنا نزود 5 كل مرة، ان احنا نزود 5 كل مرة، والسكيب كاونت باي 5 to 100، ان احنا نعد عن طريق القفز من 1 حتى 100، وكل مرة نزود 5 لازم نتمرن عليه مع بعض دلوقتي. تعالوا نعد مع بعض. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي دي النمبرز او الارقام from 1 to 100. اول حاجة لما نعمل skip count by 5 هنلاقي اول حاجة 5، لما نعمل skip count تاني ونزود 5 هنوصل ل 10. طب لما نعمل skip count تاني ونزود 5 هنبقى كام؟ 15. شاطرين. طب لما نعمل skip count تاني ونزود 5 هنبقى كام؟ 20. شاطرين. طب لما نعمل skip count تاني by 5 هنبقى كام؟ 25. شاطرين. طب لما نعمل skip count by 5 تاني هنبقى كام؟ 30. بعد كده كام؟ 35. بعد كده كام؟ 40. بعد ال 40 كام؟ 45. بعد ال 45 كام؟ 50. بعد ال 50 كام؟ 55. لما نعمل skip count by 5 تاني هنبقى كام؟ 60. شاطرين. بعد ال 60 كام؟ 65. بعد 65 كام؟ 70. شاطرين. بعد ال 70 كام؟ 75. بعد ال 75 كام؟ 80. بعد ال 80 كام؟ 85. بعد ال 85 كام؟ 90. وبعد ال 90 كام؟ 95. وبعد ال 95 كام؟ 100. شاطرين كلكم، ربنا يحميكم ويحفظكم. واحنا كده اتعلمنا ازاي نعمل skip count by 5 to 100، او ان احنا نعد عن طريق القفز كل مرة بنعد 5 زيادة حتى 100 او حتى 100. وتاني حاجة المفروض نتعلمها في الـ lessons from 101 حتى 104 هي ان احنا لازم نعرف نميز ونعد الفلوس، recognize and count Egyptian pounds، ان احنا نعرف شكل الفلوس المصرية ونعمل recognize ان احنا نميزها يعني، ونعرف كمان نعمل count او ان احنا نعد ال Egyptian pounds او الفلوس المصرية. واحنا بنتكلم لسه عن الفئات اللي هي 1 pound و 5 pound و 10 pound و 20 pounds او 20 جنيه. فاحنا بنتكلم عن الاربع عملات دول. فأول حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي ده شكل الوان باوند أو الواحد جنيه، وده شكل الفايف باوند أو ده شكل الخمسة جنيه، وبعد كده ده شكل التن باوند أو العشرة جنيهات، وآخر حاجة ده شكل التوينتي باوند أو العشرين جنيه زي ما احنا عرفنا قبل كده. واحنا عرفنا قبل كده ان الفايف باوند
فيها 5 جنيهات أو 5 ورقات، كل ورقة 1 pound. وعرفنا كمان إن الـ 10 pounds ممكن نبدلها بورقتين كل ورقة 5 pounds، أو بـ10 ورقات كل ورقة منهم 1 pound، أو بورقة فئة الـ 5 pounds أو ورقة قيمتها 5 جنيه و5 ورقات كل ورقة منهم ب 1 pound أو ب 1 جنيه. وعرفنا الـ 20 pounds أو الـ 20 جنيه ممكن نبدلهم بورقتين كل ورقة قيمتها 10 pounds أو 10 جنيه، أو 4 ورقات كل ورقة منهم 5 pounds أو 5 جنيه، أو ممكن نبدلها كمان ب 20 ورقة كل ورقة منهم ب 1 pound أو ب 1 جنيه. احنا كده عملنا ريكوجنايز وميزنا الايجيبشن باوندز، وكمان عرفنا نعرف نعدها ازاي. تعالوا ناخد مثال صغير على ان احنا نعمل ريكوجنايز او ان احنا نميز الايجيبشن باوندز او الفلوس المصرية، الجنيهات المصرية، وازاي كمان ممكن نعمل بيها عملية شراء من غير ما نغلط واي حد يضحك علينا. زي ما احنا شايفين يا اصحابي، دي مجموعة حاجات احنا ممكن نشتريها بالفلوس. اول حاجة تن، ومكتوب تحت منه تمنه 1 pound او 1 جنيه. تاني حاجة بوك، ومكتوب تحت منه 20 pound او 20 جنيه. تالت حاجة كايت او طيارة ورقية، ومكتوب تحت منها البرايس بتاعها وهو 10 pounds او 10 جنيهات. واخر حاجة كريونز او اقلام تلوين، ومكتوب تحت منها سعرها وهي 5 pounds أو 5 جنيهات. فإحنا دلوقتي يا أصحابي لما نيجي نشتري البندا، المفروض ندفع وإحنا بنشتري الورقة دي ولا الورقة دي ولا الكوين ده اللي هو بيساوي 1 pound زي الورقة اللي هي بتساوي 1 جنيه ولا الورقة دي. شاطرين، احنا المفروض هندفع مكانه الكوين ده اللي هو بيساوي 1 pound، فهنوصله بيه لان الكوين ده هو بالظبط نفس الورقة بتاعت الواحد جنيه، بس ده في شكل كوين او عملة معدنية. طب تاني حاجة البوك ده بيساوي 20 pounds او 20 جنيه. هل يا ترى هي دي ال 20 pounds ولا دي ال 20 pounds ولا دي هي ال 20 pounds؟ انهي ورقة فيهم المفروض نشتري بيها البوك ده؟ شاطرين، هي الورقة الاولانية دي اللي هي بتساوي 20 pounds او 20 جنيه، فنوصل بيها البوك ده زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده. طب تالت حاجة هي الكايت، الكايت دي مكتوب تحت منها 10 pounds او 10 جنيهات. هل يا ترى هي دي ال 10 pounds ولا هي دي ال 10 pounds يا اصحابي؟ شاطرين، هي دي ال 10 pounds او ال 10 جنيهات، فهنوصل بيها الكايت دي لان هو ده البرايس بتاعها او التمن بتاعها اللي المفروض ندفعه. واخر حاجة الكريونز او اقلام التلوين دي، المفروض ان هي تمنها 5 pounds او 5 جنيهات. ما فيش طبعا قدامنا غير الورقة دي او الـ 5 pounds زي ما احنا عارفينها، فهنوصلها بالكريونز لان هي دي البرايس او السعر زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده قدرنا نعمل ريكوجنايز ونميز العملات او البنك نوتس والايجيبشن pounds او الجنيهات المصرية. ودلوقتي المفروض هنتعلم حاجة كمان، هي حاجة جديدة علينا مش هنتعلمها قوي، المطلوب مننا ان احنا نفهمها وبعد كده ان شاء الله هناخدها في السنين اللي جاية بتوسع اكبر. هي حاجة اسمها الجراف او الرسوم البيانية. واول حاجة احنا عايزين نتعلمها هي البار جراف او الرسم البياني بالاعمدة. يعني ايه رسم بياني يا مستر؟ الرسم البياني يا اصحابي هو ان احنا المفروض في تجربة هنعملها في الكلاس روم، واحنا بنعمل الماس اكتيفيتي، التيتشر بتاعنا هيجيب 4 دوائر، كل دايرة منهم ليها لون مختلف. فزي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة دي في التيتشر جايد، المفروض التيتشر بتاعنا هيجيب لنا سيركل لونها جرين، واحدة تانية لونها بلو، واحدة تالتة لونها ريد، واحدة رابعة لونها بيربل او بنفسجي.
فاحنا عندنا اربع دوائر زي ما احنا شايفين قدامنا، كل دايرة من دول هنحطها في ركن من اركان الفصل او في كورنر من الكورنرز بتاعت الفصل، يعني ركن من اركان الكلاس روم. ويقول لكم يا اصحابي المفروض التيتشر بعد كده بعد ما يحط كل دايرة في ركن من الاركان هيقول لكم مين بيحب اللون الجرين مثلا، فمجموعة منكم هترفع ايدها فيقول لكم روحوا اقفوا عند الركن او الكورنر بتاع الجرين سيركل او الدايرة اللي فيها اللون الاخضر، وبعدين هينده تاني ويسأل ويقول مين بيحب اللون البلو او الازرق يا اصحابي، فمجموعة تانية هترفع ايدها فيقول لهم روحوا اقفوا في الكورنر اللي فيه البلو سيركل او الدايرة الزرقاء او الدايرة الزرقاء، بعدين هينده تاني ويسأل ويقول مين بيحب اللون الريد او اللون الاحمر الريد كولر او اللون الاحمر، فمجموعة تالتة هترفع ايدها فيقول لهم روحوا اقفوا في الكورنر اللي فيه الريد سيركل او الدايرة الحمراء، واخر مرة هينده ويسأل ويقول مين فيكو بيحب البيربل كولر او اللون البنفسجي، فاخر مجموعة هترفع ايدها فيقول لهم روحوا اقفوا في الكورنر اللي فيه البيربل سيركل او الدايرة البنفسجي. وبكده احنا عرفنا كل كولر من الكولرز دي قد ايه بيحبوا، فبعد كده المفروض التيتشر بتاعكو او المدرس بتاعكو هيعد كل مجموعة. فمثلا لو عندنا واقف تحت الجرين سيركل او الدايرة الخضراء في الكورنر بتاعها او في الركن بتاعها في الفصل، مثلا واقف مثلا 5 students او 5 تلاميذ، فهو هيعدهم هيلاقيهم 5 فهيكتب عنده 5. بعدين هيروح على الكورنر اللي فيه البلو سيركل او الدايرة الزرقاء ويعد، مثلا هيلاقي تحت منه 6 students او 6 طلبة فهيكتب جنب البلو كولر عنده 6 students او 6 طلبة. بعدين هيروح عند الريد سيركل او الدايرة الحمراء، مثلا هيلاقي واقف تحت منها 10 students او 10 طلبة فيكتب عنده 10 students او 10 طلاب. واخر حاجة هيروح عند البيربل سيركل او الدايرة البنفسجي، ومثلا هيلاقي واقف عندها 7 students او 7 طلبة فيكتب عنده 7 students. فبكده هو جمع البيانات او عرف يجمع البيانات وعرف كل لون من الالوان دي قد ايه طلاب بيحبوا وقد ايه هو محبوب من الطلبة اللي في الفصل. فهيعمل بقى ايه؟ هيمثل الكلام ده وهيرسمه في حاجة اسمها جراف او رسم بياني، بحيث ان هو ما يقعدش يقرأ بيانات كتير، هو اول ما يبص على الصورة اللي هي الجراف دي او الرسم البياني ده يقدر يعرف كل المعلومات بمنتهى السهولة. ايه هو الجراف ده يا اصحابي؟ الجراف ده زي ما احنا عندنا في الماس جورنال او في كراس الرياضيات في رسم موجود، هو الرسم ده زي ما احنا شايفين قدامنا، الرسم ده فيه شكل مبسط للبار جراف او الرسم البياني بالاعمدة، المفروض ان ده اكسس او محور وده كمان اكسس او محور. المحور ده الاولاني ده بيمثل عدد الطلبة، فالمفروض هنكتب هنا عليه students زي ما احنا شايفين قدامنا، والمحور ده او الاكسس ده بيمثل الكالر او اللون، فهنا اي حاجة هتطلع من المحور اللي تحت ده والاكسس ده المفروض هي color من الكالرز اللي المفروض هنسأل الطلبة بيحبوها ولا لأ، فهنكتب هنا جنب منه color او لون. فاول حاجة ده الstudents او عدد الطلبة، وهنا الكالر او اللون. المفروض كمان هنزود بار تاني او عمود تاني عشان خاطر يبقى عندنا اربع اعمدة، لان احنا بنتكلم عن 4 corners او 4 اركان اللي هم فيهم ال 4 colors او الاربع الوان. وهنكتب تحت الاولاني مثلا الريد، وتحت التاني هنكتب الجرين، وتحت التالت هنكتب البلو، وتحت الرابع هنكتب البيربل او البنفسجي. فهنا عندنا الاربع الوان موجودين في شكل اعمدة ومرسومين في الجراف او في الرسم البياني قدامنا.
فالمفروض ان احنا هنكتب على كل بار من البارز دي هنعمل عليه شرطة كده، هنحدد قد ايه طلبة بيحبوه. فمثلا هنا لو الستودنتس هنا هندرجها ونكتب هنا 1 بعدين 2 3 4 5 6 7 8 9 10، في عندنا من 1 ل 10. فاول حاجة لو قلنا مثلا احنا قلنا العمود الاولاني مثلا كان الريد كولر او اللون الاحمر، واحنا قلنا ان بيحبوا 10 students او 10 طلاب، فهنحدد كده علامة عليه ونقول ان هو ده اعلى عمود لان بيحبوا 10 students، ونعمل شرطة هنا عليه كده جنب رقم 10 اللي هو على الاكسس بتاع ال students او الطلاب. لو قلنا العمود التاني الجرين او الاخضر كان بيحبوا 5 students او 5 طلاب، فهنكتب هنا فهنعمل شرطة هنا عليه جنب نمبر 5 او رقم 5 علشان نعرف نحدد قد ايه بيحبوه، ونعمل شرطة كده عليه جنب رقم 5 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تالت بار او تالت عمود المفروض مثلا ان هو بتاع البلو كولر او اللون الازرق. لو قلنا ان البلو كولر او اللون الازرق كان بيحبه 6 students او 6 طلبة، هنعمل عليه علامة عند رقم 6 او نمبر 6 على الاكسس بتاع الستودنتس او عدد الطلبة علشان نوضح قد ايه طلبة بيحبوا البلو كولر. وهنا نبقى عارفين لما نبص على الرسم ان اللي بيحب اللون الازرق ده هو 6 students او 6 طلبة. واخر حاجة البيربل كولر او اللون البنفسجي. لو قلنا مثلا ان هو كان بيحبوا 7 students او 7 طلبة، فنعمل عليه علامة وهنخلي العلامة دي طبعا قريبة وهنخلي العلامة دي طبعا قدام نمبر 7 على الـ students access او المحور بتاع عدد الطلبة، بحيث ان احنا لما نبص على الرسم نعرف ان اللي بيحب البيربل كولر او اللون البنفسجي ده هما 7 students او 7 طلبة زي ما احنا شايفين قدام. وبكده احنا هنا عملنا recording او سجلنا المعلومات اللي احنا خدناها من الماس اكتيفيتي في الكلاس روم او من انشطة الرياضيات في الكلاس روم على الرسم البياني او على الجراف اللي قدامنا، وعرفنا يعني ايه جراف او رسم بياني. انا بس عايزكم تفهموا الفكرة وتبقوا فاهمينها كويس وتاخدوها بعد كده بتوسع وبشرح اكتر ان شاء الله. انتوا عرفتوا دلوقتي يعني ايه بار جراف او يعني ايه رسم بياني بالاعمدة، وتعرفنا كمان على لعبة الفور كورنرز او لعبة الاربع اركان، وعرفنا يعني ايه فور كورنر اكتيفيتي او النشاط الخاص بالاربع اركان، وده طبعا بيكون في الكلاس روم او في حجرة الفصل. وبكده نكون انهينا شرح الجزء الخاص بليسون 101 حتى ليسون 104، وتعالوا ناخد اخر جزء وهناخد مع بعض ليسون 105 كمان، وهو في الجزء الخاص بكمبوز 10 يوزنج 2 ادنتس، او ان انت ازاي تكون 10 بان انت تجمع رقمين على بعض. compose 10 using 2 addends، ان انت تكون 10 بان انت تجمع رقمين على بعض. وتعالوا نشوف الماس جورنال في lesson 105 بيقول لنا ايه. المفروض هنا اصحابي بيقول لنا ان احنا خدنا بعض الماس problems او المسائل الرياضية في الكلاس روم، وان احنا في المسائل دي او في البروبلمز دي اتعلمنا ازاي نكون 10 او نعمل compose 10 using two addends، او ان احنا نكون 10 مستخدمين رقمين مع بعض. ومدينا في التيتشر جايد او في دليل المعلم بعض الامثلة المفروض هنحلها مع بعض ونكتبها هنا في الماس جورنال علشان خاطر نتدرب على ان احنا نكون 10 او نعمل compose 10 using two addends، او ان احنا نكون 10 باستخدام جمع رقمين على بعض. وبيقول لنا هنا record يعني سجل the parking lot mass problems، المسائل الرياضية الموجودة في الفصل you work on اللي انت اشتغلت عليها. be sure خليك متأكد to write the problems and the answer،
خليك متأكد ان انت تكتب المسائل وتكتب كمان الحل بتاعها. فزي ما احنا شايفين يا اصحابي في التيتشر جايد او في دليل المعلم، احنا موجود عندنا بعض الماس بروبلمز او المسائل الرياضية المفروض هنكتبها في الماس جورنال بتاعنا ونحلها مع بعض. اول حاجة بيقول لنا هنا 0 الصفر plus كام dots equals 10. 0 plus كام equals 10. احنا عارفين ان الزيرو ملوش اي قيمة خالص، ولو ضفناه على اي رقم ما بيزودوش خالص وما بيدلوش اي قيمة زيادة. فيبقى المفروض ان 0 plus كام equals 10 يا اصحابي؟ 10. شاطرين، 0 plus 10، لان احنا لما نجمع على 10 0 هتفضل زي ما هي 10، فيبقى 0 plus 10 equals 10. طب تاني math problem او تاني مسألة رياضية عندنا 1 plus cam dots equals 10. المفروض ان احنا نزود 1 على كام علشان يدينا 10؟ حد يقدر يقول لي يا اصحابي؟ 9. شاطرين، 1 plus 9 equals 10. يعني المفروض ان احنا نزود على ال 1 ده 9، بعدين هنلاقي المجموع قدامنا كام؟ 10 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تالت math problem هي 2 plus dots equals 10. المفروض 2 plus كام equals 10 يا اصحابي؟ 8. شاطرين، 8. لما نزود 8 على ال 2 هيدينا المجموع 10 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب المسألة الرابعة بيقول لنا 3 plus dots equals 10. 3 plus كام يا اصحابي بيدينا 10؟ 7. 7. شاطرين، يبقى 3 plus 7 equals 10 او 3 زائد 7 بيساوي 10. طب المسألة الخامسة 4 plus dots equals 10. 4 plus كام يا اصحابي بيدينا 10 او بيدينا 10؟ 6. شاطرين، 4 plus 6 equals 10. لو طلعنا على ايدنا 4 وبعدين جمعنا عليهم 6 كمان هنلاقي المجموع 10 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب المسألة الخامسة 5 plus cam equals 10. 5 plus cam يا أصحابي؟ 5. شاطرين، لما نجمع 5 على 5 هيدينا 10 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب بعد كده 6 plus dots equals 10. 6 plus cam يا أصحابي يدينا 10؟ 4. شاطرين، 6 plus 4 equals 10 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب بعد كده 7 plus dots equals 10. 7 plus كام يا اصحابي يدينا 10؟ 3. شاطرين، طب 8 plus dots equals 10. 8 plus كام يا اصحابي يدينا 10؟ 2. شاطرين، 8 plus 2 equals 10. طب 9 plus dots equals 10. 9 plus كام يا اصحابي؟ 1. شاطرين، 9 plus 1 هيدينا 10. واخر حاجة 10 plus dots equals 10. لما زود ايه على ال 10 يدينا 10 برضو يا اصحابي؟ 0. 0. شاطرين، 10 plus 0 equals 10. وكده عرفنا ازاي نعمل write او نعمل كتابة للaddition problems او للمسائل الرياضية، وازاي بنكتب مسألة رياضية خاصة بالaddition او بعملية الجمع. والمفروض هنكتب الماس بروبلمز دي او المسائل الرياضية دي في الماس جورنال بتاعنا او كراسة الرياضيات بتاعنا، ونكتب الحل بتاعها كمان زي ما احنا شفنا من شوية. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو، وسايب لكم كمان قوائم التشغيل الخاصة بالترم الأول والترم الثاني موجودة بشكل منظم، لو حابين ترجعوا لأي درس هتقدروا ترجعوا له بمنتهى السهولة.
وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم ناس كتير قوي، وهو أهم الأساسيات الخاصة بالماس للمرحلة الابتدائية ككل. يعني هنتكلم عن المعلومات المهمة جدا اللي لازم كل طالب في المرحلة الابتدائية يعرفها ويكون عارفها، وهي دي الأساسيات اللي بنبني عليها حاجات كتير. وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وكشكول نكتب فيه المعلومات ونكررها مع بعض، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا أصحابي لازم نكون عارفينها كلنا هي أيام الأسبوع أو days of the week. days of the week أو أيام الأسبوع، وهي أول حاجة Sunday، Sunday أو يوم الأحد، Sunday، Sunday، Monday أو يوم الاثنين، Tuesday الثلاثاء، Wednesday الأربعاء، Thursday الخميس، Friday الجمعة، and Saturday، Saturday ويوم السبت. فدي أول حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها وحافظينها كويس قوي، اللي هي days of the week. تاني حاجة months of the year، شهور السنة. لازم كلنا نكون عارفين شهور السنة أو months of the year. January، January أو شهر يناير، February، February أو شهر فبراير، March، مارس أو شهر مارس، أبريل، أبريل أو شهر أبريل، ماي، ماي أو شهر مايو، جون، جون أو شهر يونيو، جولاي، جولاي أو شهر يوليو، أوغست، أوغست أو شهر أغسطس، سبتمبر، سبتمبر أو شهر سبتمبر، أكتوبر، أكتوبر أو شهر أكتوبر، نوفمبر، نوفمبر أو شهر نوفمبر، وديسمبر، ديسمبر أو شهر ديسمبر. هما 12 months أو 12 شهر، يعني الـ year الواحدة أو 1 year equal 12 months. يبقى كده دي تاني معلومة لازم نكون عارفينها. وما ننساش طبعا ان one week equal seven days. There are seven days او في سبعة ايام في الاسبوع، يعني one week equal seven days. There are 12 months of the year، يعني one year equal 12 months. تالت حاجة لازم نكون عارفينها كويس حاجة اسمها الordinal numbers. الordinal numbers أو الأرقام أو الأعداد الترتيبية، يعني مثلا لو احنا في سباق أول واحد بنقول عليه الأول، أول واحد بيوصل لخط النهاية بنقول عليه الأول، الأول ده بنقول عليه first، first زي ما احنا شايفين قدامنا، زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هو الأول رقم واحد first. التاني بنقول عليه second، second يعني التاني، third يعني الثالث، fourth يعني الرابع، fifth يعني الخامس، sixth يعني السادس، seventh يعني السابع، eighth يعني الثامن، ninth يعني التاسع، وtenth، tenth يعني العاشر. مرة كمان، first، first، second، second، third، third، fourth، fourth، fifth، fifth، sixth، sixth، seventh، seventh، eighth، eighth، ninth، ninth،
tenth tenth. ولازم كمان نكون عارفين الشيبس الشيبس او الاشكال او الاشكال الهندسية زي ما احنا عارفينها. والشيبس يا اصحابي اللي لازم نكون عارفينهم كويس اولهم التريانجل تريانجل تريانجل او المثلث ريكتانجل 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 او المستطيل سكوير 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 او المربع سيركل 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 او الدائرة وكمان ستار 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 النجمة اللي احنا كلنا بنحب ناخدها واوفل اوفل 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 اللي هو الشكل البيضاوي زي ما احنا شايفين قدامنا. فدي تعتبر اهم الاشكال الهندسية او الشيبس اللي لازم نكون عارفينها. وفي حاجة كمان اسمها السوليدز السوليدز او المجسمات السوليدز اللي هي الاشكال الهندسية المجسمة اللي هي بتقدر تشوفها من اتجاهات مختلفة وهي بتبقى 3D 3 dimensional shapes او اشكال هندسية مجسمة فبنقول عليها solids solids او المجسمات. وهي دي شكلها. اول حاجة السلندر السلندر او الشكل الاسطواني زي ما احنا شايفين قدامنا هو شكل اسطواني عامل زي الاسطوانة فده اسمه سلندر سلندر. تاني حاجة الكيوب الكيوب او المكعب كيوب كيوب كيوب. تالت حاجة الكيوبويد الكيوبويد او الشبه مكعب كيوبويد كيوبويد كيوبويد. رابع حاجة الكون الكون او الشكل المخروطي وهو شبه الكون اللي احنا بناكله في الصيف بس هو بيبقى محطوط بالمقلوب كده ده اسمه الكون كون 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 او مخروط. خامس حاجة البيراميدز 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 او الشكل الهرمي او الشكل الهرمي البيراميدز. واخر حاجة سفير 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 او الشكل الكروي. فدي طبعا السوليدز السوليدز او المجسمات اللي احنا لازم نكون عارفينها كويس. في اشكال تانية للمجسمات وفي اشكال تانية للشيبس. انا بقول لكم اهم حاجة هتتكرر معاكم كتير دي الاساسيات اللي لازم تكونوا حافظينها كويس وعارفينها زي اسمكم. بعد كده في اصحابي بعض الاكسبريشنز او التعبيرات او المصطلحات اللي لازم نكون عارفينها كويس علشان خاطر واحنا بنحل اي بروبلم او اي ماس بروبلم اي مسألة رياضية نبقى عارفين بنحلها ازاي ونفهم حتى السؤال. اول كلمة اسمها adding 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 يعني الجمع جاي من addition addition يعني الجمع. تاني كلمة اسمها subtracting 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 يعني الطرح جاية من subtraction يعني الطرح. وطبعا في حالة الادنج او في حالة الاديشن اللي هي عملية الجمع العلامة اللي احنا بنحطها هي البلس زي ما احنا شايفين قدامنا بلس يعني زائد بلس. وفي حالة السبتراكتنج او السبتراكشن او الطرح بنحط الماينس ماينس يعني ناقص ماينس. وطبعا لما بنجمع حاجة على حاجة او بنطرح حاجة من حاجة بيطلع نتيجة. قبل النتيجة دي بنكتب حاجة اسمها equals 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 او يساوي. وتاني حاجة عايزين نعرفها كويس مع بعض هي greater than greater than greater than او more than اللي هي اكبر من زي ما احنا شايفين قدامنا. وهي عاملة زي ما احنا شايفين بق السمكة كده. طبعا السمكة بتبقى فاتحة بقها ناحية الحاجة الاكبر او الاكل الاكبر اللي هي بتحب تاكله. فالعلامة دي بنسميها greater than او more than وهي بتبقى بصة الناحية دي بتبقى بصة ناحية الرقم الاكبر. عكسها كلمة smaller than smaller than او less than
smaller than أو less than يعني أصغر من، smaller than، smaller than أو أصغر من. وطبعا لو عندنا رقمين قد بعض بنقول عليه equal to، equal to مساوي لي. لو الرقمين قد بعض مش هينفع نحط بينهم لا greater than أو أكبر من، ومش هينفع برضو نحط less than أو smaller than أو أصغر من، فبنحط بينهم علامة يساوي اللي احنا قلناها من شوية وبنقول equal to، equal to أو مساوي لي. وزي ما احنا شايفين قدامنا أصحابي ان طبعا العلامة بتاعت greater than و smaller than الاتنين عاملين زي بق السمكة، فاحنا بنوجه بق السمكة ده اللي احنا شايفينه قدامنا ناحية الرقم الأكبر، فاحنا بنوجه بق السمكة ده ناحية الرقم الأكبر، وبالتالي بنعبر عن العلاقة بين رقمين. يبقى بق السمكة دايما مفتوح ناحية الرقم الأكبر سواء كان هنا أو كان هنا. لو رقم الأكبر هنا يبقى هنقول ان الرقم ده أكبر من الرقم ده، لو رقم الأكبر هنا يبقى هنقول ان الرقم ده أكبر من الرقم ده، أو الرقم ده أصغر من الرقم ده. المهم ان احنا نبقى عارفين ان العلامة دي دايما اللي هي عاملة زي بق السمكة بتبقى مفتوحة ناحية ايه؟ ناحية الرقم الأكبر، ناحية الرقم الكبير. وطبعا لازم نكون عارفين الأحاد أو الوانس، وانس يعني أحاد وتنس يعني عشرات. الوانس والتنس طبعا يا أصحابي هما المكونات، هما الخانات بتاعت أي رقم. وطبعا موضوع الوانس والتنس ده اللي هي الأحاد والعشرات بياخدنا لحاجة اسمها place value أو القيمة المكانية لأي رقم في الأرقام. يعني زي ما احنا شايفين قدامنا الرقم هو متكون من وانس، وادي الوانس place، وتنس ادي التنس place، وكمان في عندنا 100 أو 100 place اللي هو الخانة بتاعت المئات. كل خانة من دول فيها رقم مكونين الرقم اللي احنا بنقراه 700، 81، 80 عشرات، 1 و1 في الـ once أو في خانة الأحاد. فكل رقم من دول أو كل digit من دول في الرقم الكبير اللي احنا بنكتبه أو في الرقم اللي احنا بنقراه بيبقى ليه قيمة، قيمة مكانية. يعني الوان ده أو الواحد ده لما بيبقى موجود في خانة الوانس بيبقى قيمته 1 بس، لكن لو هو موجود في خانة التنس أو في خانة العشرات بدل ما بيبقى قيمته 1 أو 1 بيبقى قيمته 10 أو 10. دي اسمها place value، place value أو القيمة المكانية الخاصة بكل رقم إحنا بنقراه في الأرقام، الخاصة بكل عدد إحنا بنقراه في أي رقم إحنا بنقراه أو بنكتبه. يعني ده اسمه رقم، كل خانة من دول بيبقى فيها عدد أو فيها digit، الديجيت ده بيبقى ليه قيمة. لو هو في الوانس هيبقى قيمته أحاد اللي هو 1 واحدة بس، لو موجود هو في التنس هيبقى قيمته عشرات، لو هو موجود في الهندردز كمان هيبقى قيمته مئات. فدي اسمها البليس فاليو ولازم نبقى عارفينها كويس. لازم كمان نكون عارفين الاسندنج اوردر، اسندنج اوردر أو الترتيب التصاعدي، اسندنج اوردر. وطبعا ده بنرتب فيه الأرقام من الصغير أو from the smallest to the largest أو من الصغير للكبير زي ما احنا شايفين قدامنا. ده اسمه ascending order، ascending order. ولازم كمان نكون عارفين ال descending order، descending order، descending order أو الترتيب التنازلي. وبنرتب فيه النمبرز أو الأرقام from the largest to smallest أو من الكبير للصغير 4, 3, 2, 1 زي ما احنا شايفين قدامنا. دي اسمها descending order، descending order أو الترتيب التنازلي. وطبعا يا أصحابي لازم نعرف نقرأ الclock أو الساعة، الclock أو الساعة. أول حاجة لازم نكون عارفينها خاصة بالclock أو الساعة إن الساعة العقارب بتاعتها أو الهاندز بتاعتها بتتحرك كده هو بالشكل ده من 1 لـ2 لـ3 وهكذا، بتلف في الاتجاه ده. تاني حاجة لازم نكون عارفينها عن الكلوك أو الساعة إن هي طبعا فيها عقارب أو هاندز، ده اسمه الليتل هاند أو العقرب الصغير،
وطبعا ده اسمه البيج هاند، البيج هاند او العقرب الكبير. الليتل هاند ده او العقرب الصغير ده بيشاور على الساعات، يعني هنا دلوقتي الساعه 3 3 o'clock 3 o'clock، والبيج هاند او العقرب الكبير ده بيشاور على المينتس، المينتس او الدقائق. فهنا طبعا لو هو على 12 او على رقم 12، في حالة ان احنا بنقرأ المينتس او الدقائق في الكلوك او الساعة، بنعتبر ال 12 دي هي رقم 0 0. بعد ال 12 دايما بنعد المينتس، يعني بعد يعني لو بعد ال 12 بمينت واحدة بنقول 3 o'clock and 1 minute، بيبقى هنا في دقيقة. وطبعا في بين ال 12 وال 1 5 minutes، هنا خمس نقاط كل نقطة منهم minute. وفي بين ال 1 وال 2 5 minutes هنا او خمس دقايق، وفي بين ال 2 3 هنا 5 minutes هنا او خمس دقايق، وهكذا بين كل رقم ورقم من دول 5 minutes او خمس دقايق. يعني لو البيج هاند او العقرب الكبير بيشاور على ال 1 هنقول 3 o'clock، زي ما احنا شايفين ان الليتل هاند بيشاور على 3 يبقى 3 o'clock او الساعة 3، and هنقول 3 and 5 minutes، يبقى هنقول الساعة 3 و 5 دقايق 3 and 5 minutes. طب لو هو بيشاور على ال 2 هنا، ال big hand ده بيشاور على ال 2 هنا 3 and 10 minutes، 3 and 10 minutes يعني الساعة 3 و 10 دقايق. طب لو الليتل هاند او العقرب الصغير ده اللي بيشاور على الساعات ده بيشاور على ال 3 او الساعة 3، والبيج هاند ده او العقرب الكبير ده بيشاور برضو على 3 او على 3، فهنقول ايه في الحالة دي يا اصحابي؟ هنقول 3 او الساعة 3 and 15 minutes، 15 minutes و 15 دقيقة و 15 دقيقة. وبكده احنا قرينا الساعة بشكل سليم. وزي ما واضح قدامنا في المثال ده، الـ little hand او العقرب الصغير اللي بيشاور على الساعات بيشاور على الساعة 3، فبنقول 3 hours 3 hours او 3 ساعات. والبيج هاند او العقرب الكبير بيشاور على 4 يعني 20 دقيقة، 5 و 5 و 5 و 5 يعني 20 minutes او 20 دقيقة، يبقى 3 hours and 20 minutes or 3 and 20 او الساعة 23 دقيقة. وبكده احنا خدنا فكرة ازاي بنقرأ الساعة او how to read a clock. وطبعا ده جزء مهم جدا لازم نتعلمه واحنا بنتعلم الماس في المرحلة الابتدائية. لازم كمان يا اصحابي نبقى عارفين ان اليوم او الday equal 24 hours او في 24 ساعة. الday equal day equals 24 hours او اليوم بيساوي 24 ساعة. والhour او الساعة الواحدة equals 60 minutes فيها 60 دقيقة. 1 hour equal 60 minutes او الساعة الواحدة بتساوي 60 دقيقة. وان الجنيه او ال 1 pound بنرمز لي ب LE، LE capital 1 pound، الباوند بنقول عليه بنختصره ونكتب بداله LE، او هو ده اختصار لكلمة اسمها ليفر جيبسيان او جنيه مصري. طبعا دي كانت كلمة فرنسية بس احنا خدناها ودخلناها طبعا في اختصارات اللغة الإنجليزية وبقى اسمها LE او اختصار الخاص بكلمة pound او جنيه. وطبعا لازم نكون عارفين يعني ايه كلمة complete. complete يعني اكمل. complete complete يعني اكمل. count count يعني عد. count count يعني عد. draw draw يعني ارسم. draw draw يعني ارسم. join join او match. join or match يعني وصل. join or match يعني وصل، توصل بين الحاجات يعني وصل. arrange arrange يعني رتب. arrange arrange يعني رتب. ولازم كمان نكون عارفين الفراكشنز. الفراكشنز او الكسور
ايه هي الفراكشنز او ايه هي الكسور؟ زي ما احنا شايفين قدامنا هي دي الفراكشنز، فراكشنز او الكسور، يعني الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدامنا لو رمزنا لها مثلا ببيتزا او بفطيرة كبيرة دي اسمها one whole او واحد صحيح، one whole واحد على بعضه. لما بنيجي نقسم الواحد ده ونشيل منه نص ونسيب نص ده بنسميه one half، one half او نص، one half يعني نص. طب لو قسمناها على تلاتة كل جزء من التلات اجزاء دول بنسميه one third، one third او تلت، one third او ثلث. طب لو قسمناها على اربعة، لو قسمنا الواحد الصحيح ده على اربعة كل جزء منهم بنسميه one quarter، one quarter او ربع، one quarter. طب لو قسمناها على خمسة كل جزء من الخمس اجزاء دول بنسميه one fifth، one fifth او خمس، one fifth. طب لو قسمناها على ستة كل جزء من دول بنسميه one sixth، one sixth او سدس، one sixth. طب لو قسمناها على تمن اجزاء بنسميه كل جزء منهم one eighth، one eighth او تمن، one eighth. طب لو قسمناها على عشر اجزاء بنسمي كل جزء من دول one tenth، one tenth يعني عشر، one tenth. ولو قسمناها على اتناشر جزء كل جزء من الاتناشر جزء دول بنسميه one twelfth، one twelfth يعني واحد على اتناشر، من يعني واحد على اتناشر، one twelfth، one twelfth يعني واحد على اتناشر من الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدام. وكمان لازم نكون عارفين حاجة اسمها relative positions. relative positions او العلاقة النسبية بين الحاجات اسمها relative positions، relative positions زي ما احنا شايفين قدامنا في الشكل ده. يعني مثلا العلاقة بين الطائر وبين السكوير او الكيوب اللي تحت منه ايه؟ ان هو above، above يعني فوق منه، above يعني اعلى، اعلى يعني هو اعلى منه. طبعا الدوج هنا تحت السكوير او الكيوب ده فبنسميه below، below يعني اسفل، يبقى above يعني اعلى، below below يعني اسفل. طب لو الاكتوبوس ده واقف وراه ده بنسميه اللي هو خلف يعني behind، behind يعني خلف، behind يعني خلف. طب لو هو واقف جنبه في الجنب بتاعه ده بنسميه beside او next to، يعني واقف جنبه بالشكل ده او بالشكل ده او باي شكل بنسميه beside or next to، next to الى جانب برضو beside next to. وطبعا لو هو واقف تحت منه على طول ولازق فيه لمسه يعني بنسميه under، under يعني تحت، under، under يعني تحت. طب لو هو فوق منه بس فوق منه بمسافة صغيرة ممكن كمان نسميه over، over يعني أعلى، over يعني أعلى أو فوق. وطبعا لو هو واقف قدام ولو جسم واقف قدام جسم تاني بنسميه in front of، in front of أو أمام، in front of أو أمام. يبقى in front of عكسها behind، in front of أمام عكسها behind، وover عكسها below، over فوق عكسها below، below تحت، وunder، under عكسها above، under عكسها above. وطبعا beside هي هي next to أو beside إلى جانب بتساوي برضو next to إلى جانب نفس المعنى. وطبعا في حاجات تانية كتيرة هتعرفوها خلال من خلال المناهج اللي انتوا بتدرسوها، انا بقول لكم الاساسيات بس اللي لازم تكونوا حافظينها وعارفينها كويس. وبكده نكون انهينا الجزء الخاص بدرس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى ان انا اشوف الف واحد استفادوا من درس النهاردة او الف لايك تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب علشان الفايدة تعم. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير،
وانت مش هتخسر حاجة، بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.